تحياتنا لجميع المشاهدين اللي انضموا هلأ لقناة الـ LBC حتى يتابعوا معنا حلقة الليلة من ببيروت. قبل ما نبدأ حلقتنا اسمحونا نتوجه بأحر التعازي لأهالي الشهداء يلي سقطوا اليوم بمنطقة الجناح، وأكيد الله يرحمهم ويصبر أهاليهم. بهالحلقة رح اترافق أنا وزميلي مريات. مساء الخير مريات. مساء الخير نانسي. كيفك؟ أنا منيحة وأنت؟ الحمد لله. أنا بدي أعقب على اللي قلتيه وبدي أتمنى الشفاء العاجل لكل الأشخاص الموجودين بالمستشفيات، وورا كل نكسة لابد ما يكون في فرحة وفي أمل وفي ابتسامة ترجع تنزرع على وجوه الكل، وهيدا يلي بدنا ننقله من خلال كاميرا ببيروت ومن خلال المواضيع والضيوف المنوعين يلي رح يزينوا حلقة اليوم. وقبل ما نبدأ مع فقرات البرنامج بنشوف صورة اليوم أو بيك أوف ذا داي يلي بتجمع النجمة شاكيرا، النجمة العالمية شاكيرا، مع جيرار بيكي وابنهم ميلان يلي صار عمره 10 اشهر، ومبين قد ايه بصراحة العائلة مبسوطة بهيدي الصورة وهن عم بمضوا وقتهم حاليا بلندن. صحيح. أما هلا مريات خلينا نتعرف على محتوى حلقتنا بهاللمحة السريعة. اليوم في ببيروت، سونيا صباح، اتيكيت واصول يجب ان يتبعها اعضاء لجان التحكيم في برامج الهواة. عرض ازياء مباشر من المصممتين سناء البنا ونسرين نصار. إليان خوري تضع لمساتها المباشرة على وجه السيدات. والنجم جورج الراسي يزين حلقتنا لنحكي عن جديده. كل هذا واكثر فابقوا معنا. خلونا نبدا حلقتنا مع موضوع لافت اختارته ضيفتنا، وهو كيف يكون الشخص عضو لجنه التحكيم مثالي ويتصرف بطريقه عادله وواعيه. اهلا وسهلا بخبيره الصوره والاتيكيت سونيا صباح. مساء الخير سونيا. مساء الخير. اهلا وسهلا فيكي سونيا. ليش وش جديد ماريات؟ انا ماريات يونس جديده. بدك المايك؟ ايه شفتي؟ بدي وحده من هدول نانسي. مركزه على ماريات مشان هيك. ايه بدي وحده من هدول. ايه غلط لازم ما هيك. ايه ما هيك. سونيا قولي لنا ليش اخترتي هيدا الموضوع تحديدا؟ اوكي هلا عم نحضر كثير في تالنت شوز، وبتحسي انه عن جد مرات بتطلعي بتصيري تحسي محله للشخص يلي عم يعمل بالتالنت شو. مرات بحس انه كيف بيحكوا معهم لجنه الحكم بتضايق محلهم يعني. سو قلنا نحن اضبط شيء نتطرق على هالموضوع ونشوف كيف لازم واحد يتصرف بطريقه مزبوطة. اوكي. سونيا المعروف اليوم انه عم يجذبوا الفنانين لهالبرامج الرياليتي يلي عم نشوفها لانه بيقدروا يجيبوا اودينس اكثر، لانه بيقدروا يجيبوا ناس تحضر الشو اكثر، وبيقدروا يعني كمان يجيبوا SMS بيطلعوا مصاري من ناحيه ثانيه. ف هالفنانين الموجودين اذا دمجناهم مع ناس عندها خبره، ناس مثلا اذا ببرنامج فني، ناس عندها خبره موسيقيه او غيرها، قد ايه بنقدر نكون عم نعطي قيمه للشو، وقد ايه ممكن النتيجه كمان تكون افضل للهواة الموجودين. معك حق في قصه الانترتينمنت، يعني واحد مشان ينبسط كمان، بس في كمان اشياء لازم عن جد نعملهم مثل اكزامبل، مثل مثل اعلى نحن نكون للناس تيشوفوا شو هو المنيح وشو هو العاطل بتصرف أكيد للجادجز كمان. يعني كتير فينا نقول إنه مرات الجادجز بيستفزوك بالإرشادات اللي بيعطوها 100%. يعني بتضايق إنه أنت يعني أوكي فهمان وأنت إكسبرت وكل شيء، بس في طريقة كمان توصل المسج لأنه هذا الشخص عم يتعلم، إنه ما بدنا ننزله على الآخر. يعني كيف إنه بطريقة الحكي بالجمل يلي بده يختارها هو وعم بيشارعه أو هو عم بيعطيه معلومة تيظبط حاله. أكيد أكيد. بس هلا حنحكي أنا حطيت جبت صورة معي. اوكي. وحنحكي بكل صوره حنحكي كيف لازم يكون تصرفاته اللي بيحكم الجادج او الحكم. اوكي يلا. اوكي اول شيء بده يكون كايند، يعني بده يكون منيح، بده يكون لطيف، مش لانه انا جادج يعني انا لازم اكون قاسي. اوكي حتى بالمحكمه لما بتكوني بالمحكمه بده يكون انه يعرف ياخذ ويعطي، مش كل الوقت يكون ستريكت. اوكي يعني بده يكون مثل بس بتعرفي اوقات الشخص يلي عم يعني ببلش جديد يمكن بدك تهزيه نتفه، يعني مش بكل الاوقات اوقات الحكي الناعم واللذيذ لا معه. فيك تكوني لطيفه بس تكوني اكيد رصينه، يعني توصل المسج توصل الرساله بس تكوني كمان لطيفه فيها. يعني كل ما تكوني لطيفه الشخص حيتقبلها اكثر، لانه اذا كنت ستريكت عليه صار في بلوك بينك وبينه بالتواصل.
أوكي. لكن أول شيء تاني شيء بلاحظ دايما لما بيكونوا في لجنة الحكم بيحكوا مع بعض. يا عمي الشخص عم يعمل البرفورمانس هن قاعدين عم يحكوا مع بعض عم يضحكوا مع بعض إنه لا إنه احترموا الشخص. ومفروض هلأ منشوف بتاني بارت كيف لازم كمان إنه تطلع على الشخص بكل شيء عم يعمله. أوكي لأنه أنت حكم جاي تشوف بالضبط شو لازم هيدا الشيء ممكن بشوش يعني. الشخص صح. يعني اذا حدا مقلله عم يحكوا مع بعضهم يمكن يوتروا عم يحكوا مع بعض او عم يضحكوا او عم يحكوا عن شيء ثاني او حتى سيلولر مرات انه تطلع شوف يعني عيب الشخص عم يعمل برفورمنس طلع عليه احترمه. اوكي هاي وحده. تاني وحدة في عندك كمان هون طريقة بدك توصلي المسج بطريقة حلوة لطيفة مثل ما قلنا. ما ضروري تكوني كتير telling him off يعني مثل الولد الصغير عم تقول له ما تعمل هيك وما تجيب. بلاحظها كتير انه معلش يعني هذا الشخص كبير انه اجى لهون مشان يعمل هالشغلة. احترمه واحترم طريقة اللي بدك توصله المسج. ما بدنا نعملهم مثل كأنهم ولاد صغار. اوكي بدنا نعملهم مثل كأنهم كبار ولازم تتوصل لهم المسج كيف وين لازم يعملوا منيح وين لازم ما يعملوا. اوكي بطريقه مضبوطه. اوكي عندنا صوره. اوكي في كثير منهم بلاحظ هيدي لاحظتها بوحده من البروجرامات شخص مش منيح ابدا مش منيح يعني ما عم يعرف يغني وما عم يعرف يعمل الاكت تبعيته فهن بيقعدوا لجنه الحكم بيقعدوا بيضحكوا. طب اوكي ما هن مرات بيخلوا هول الاشياء اللي هيك بيعتبروها مهضومه انه يمكن يعني. بيحسوا انه معقول الضيف هيك يعني حتى لو كان مش مزبوط مش منيح ابدا مش تقعد ها 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 نضحك مثل كانه كوميدي شو يعني هي لا لازم نكون كاجج. طب في مرات اشياء مش مزبوط هلا في مرات يعني اكيد تضحكي بس بطريقه عن جد انه ضحكك الشغل يعني في اوقات يمكن الشخص بيضحك على حاله اذا رجع حضر حاله ايه بتلاحظي في منهم عم يتمسخروا عن جد عم يتمسخروا يعني مره صارت ووحده من لجنه الحكم وقفتهم انه خلص بكفي هالقد انه ولو احترموا الشخص اللي قدامكم يو نو سو ننتبه على اشياء كثير. وينها عنا بالدول العربية ولا إيه برا؟ بالدول العربية اوكي. وهلا عم يطلع الشو هون مسخرة. طيب اكيد مثل ما قلنا لازم نكون فلكسيبل مش كتير ستريكت يعني مش الا شغله نعمل قصه كبيره منها. اوكي نطلع على الجنرال اوتلوك تبعه نشوف عن جد كيف عم يعمل برفورمانس ما نعملها شخصيه كتير مهم انه ما نعملها شخصيه وانت ما حبيتك بالصلاه بقرف البرفورمانس تبعك. لا بنحكي بطريقه لان كل واحد كمان حرام جاي وعم يعمل افورت يعني نحن حطينا محلنا محله عدنا محله كمان حنتضايق اذا قدام كل هالناس وعم نعمل اخطاء. واصلا اغلبيه الاشخاص يلي هن بلجان التحكيم مرقوا بظروف اصعب ومرقوا بامتحانات اسوا كمان من اللي عم بيكونوا هن درجت فيها. فبس بتعرفي اوقات بينسى الواحد. اكيد اكيد نحط حالنا محله. بعد اللي بعدها يب. اوكي في بنون يعني كل ما اقول شغله عن جد عم حط براسي حدا بس ما حقول اسمه اكيد. في منهم بيفكروا حالهم ارسطوطل يعني فيلسوفر فيلسوفين هن كثير انه هو الفهمان بكل شيء هالجادج. لا انت فهمان بس مش بكل شيء يعني كمان بدك ما تقول انا قد بعرف وانت لازم تعمل هيك كل الوقت. ما هي كمان اخرتها مش بس عم تعطيه نصايح. اوكي كمان بدك تعطيه اشياء ايجابيه للشخص تحسسه انه بدنا نشتغل اكثر واكثر تيتشجع ما يحس حاله. اوكي سو بدنا ننتبه ما نعمل نكون فلسفيين يعني. اوكي بعد في اوكي اكيد سمايل يعني تفرج الشخص قد ايه عم ترحبي فيه. اوكي مثل نانسي هلا عم تطلعي فيه حسيت عن جد بدي برتاح. اوكي لو واحد يبتسم لك اوكي وفرجيك قد ايه انت مرحب فيك ترتاح حتى لو يمكن ما عم تعمل منيح او لو يمكن متضايق او شيء. اوكي بترتاح. سو لازم هن كمان يفرجوا ما يكونوا كتير ستريكت وجههم هيك انه انا يعني جادج ما تحكي معي. اوكي بالعكس مش لهالدرجه سونيا هني حرام ما لهالدرجه. هلا سونيا عم تحكي عن هلا عم تحكي ايه عم جنرال. بس انا بدي اسالك سونيا سؤال من بين كل البرامج يلي حضرتيها بما انه هلا عم نحكي عن القصص النيجاتيف الا ما يكون في جادج عن جد عجبك عن جد كانت الاتيتيود تبعه حلوه ومنيحه حنحكي فيهم هدول اكيد حنحكي فيهم هلا بعد شوي اخر شيء حقلك يعني على القليله رح تقولي لنا شيء حلو المفضلين تبعولي. اوكي اوكي نيكست هون عم فرجي كيف واحد لازم يكون شوي مبدن مش بس مع الشخص المتبريين بس كمان مع الزملاء مع بعض.
اوكي هون بتذكر كلنا عرفنا بالقصه بين رغب علامه واحلام انه اوكي بنعملها مرات انه بنحكي مع بعض بطريقه انه مشان نستفز بعض بس بطريقه مشان انترتينمنت للشو وات ايفر بس هون وصلوا لحد صار في كثير يعني حالات شخصيه صاروا ياخذوا طريقه كثير بشعه مع بعض وحتى طلعت برات بالاعلام ويعني اكيد لا ما بالاخر ما فينا نحط بشيء يعني برنامج مباشر وعم بتكون الاسئله والاجوبه وهيك طريقه الاحتكاك النيجاتيف عم بتبين للمشاهد وحتى يعني. لو بطلعوا عملوا مثلا انترفيو برا بتحسي انه عم يحكوا عن بعض اكثر واكثر بطريقه بشعه مش يقولوا مثلا لا هذا بس للشو لا عن جد كان في اشكال بيناتهم هدول الاثنين سو بدنا نضلنا بروفيشنال مهنيه ونجرب انه ما نعمل يعني حتى لو مش متفقين بالحياه مش ضروري هيدا الشيء يبين علينا خلال التحكيم اكزاكتلي 100% لا أوكي. ونجرب انه نتعامل مع بعض بطريقه عن جد حلوه اوكي نيكست بعد في نيكست ما هيك عندك نيكست بلا في واتش اند ليسن هيدا لا هيدا السؤال الثاني بعتقد يلي هو كيف على الامور يلي لازم يعملها اللي لازم يعملوها لجنه الحكم اكزاكتلي تحتيلي او ياخذها بالاعتبار بس يحكم عند اي موهبه 100% هون اول شيء بدنا نشوف هون ما عم نحكي عن التصرف هون عم نحكي على الاشياء اللي متوقع من لجنه الحكم شو تعمل اوكي اول شيء مفروض واتش اند ليسن يعني عن جد تطلعي بالشخص تشوفي شو عم يعمل بالحركات انت لانك اكسبرت بدك تطلع على الاشياء المهمه اوكي وبدك تسمعي منيح مش مثل ما قلنا نقعد نحكي مع بعض وهون بنكون روحنا على حالنا اشياء تنقدر نفهم شو عم بيصير قدامنا وتنقدر نحكم بطريقه عادله مفروض نطلع على الشخص اوكي ونسمع له اكيد ثاني شيء في الصوره الثانيه اوكي هون الجادجز او الحكام لازم دائما يطلعوا على الشغلات الاوريجينال اوكي يمكن انت عم بتقلدي صباح بس لازم يكون عندك شيء انت منك اوكي اذا عم بتقلدي لي صباح من اول للاخر وكلك وشكلك وحكيتك وطريقتك بالغنى هون لإلي انا ما في شيء اوريجينال اوكي يعني ما في شيء اصلي انت اوكي اوثنتيك سو بدي اطلع على الشيء الاوثنتيك فيك انت يعني شو عم تعطيني شيء زياده ديفرنت اوكي هيك كثير مهمه كمان ثالث شيء صورة. هون بدي اطلع على البودي لانجويج تبعه يعني المشترك للمشترك بالضبط بدي اطلع على عيونه اذا عم يطلع بالاودينس بدي اطلع على سمايل اذا عم يبتسم وحاسس حاله انه مرتاح كلها هيدي كتير مهمه وحتى لما بيعمل اكت بدي اشوف كيف عم تمشي مع الاكتر بس يمكن هول بيجوا مع الخبره سونيا لا صح. يعني المشترك الجديد يلي اول مره عم بيطلع على المشاهدين من خلال برنامج لا شك انه لازم ناخذ بعين الاعتبار قد ايه هو موتر معصب عتلان هم خايف مسؤوليه جديده أكيد. يعني أكيد. فيمكن الجادجز دورهم انهم يساعدوه يرتاح يساعدوه انه يحس انه هو مش قدام الاف وملايين من المشاهدين اللي عم بيتابعوه ليقدر يعطي الافضل عنده 100% بس انا عم بحكي هون يمكن كمان بيكون موجوده فيهم هيدي شغله صحيح تبقى خلقانه عندهم يعني بيكون صح. هو بس انا عم بحكي عن الجادجز شو على شو لازم يطلعوا يعني اذا شفت واحد انه شوي عنده هون مشكله بهالشغله اكيد هي باخذها بعين الاعتبار بحط له مثلا بدون ما احط له ثلاثه يمكن احط له اثنين ما هي كمان مهمه ومتى يمكن يلفت له نظره انه انت هون ما كنت مرتاح لازم تحسن من بهيدي الشغله دور بالضبط وهون حنحكي عن كيف واحد لازم يعطي انتقاد بهالطريقه لتوصل ايجابيه ومش سلبيه يعني اذا لقى هون في اشكال اكيد حيحط انه هون في اشكال انه انت كثير غنيت حلو بس في قصه البودي لانجويج او قصه الانتراكشن مع الناس مع الجمهور شوي بدنا نشتغل عليها وهيدي الطريقه لازم يفكروا فيها الحكام مش ياخذوها شخصيه او ياخذوا انه انا عجبني او ما عجبني مثلا اوكي بدنا نشتغل بهالطريقه انه لجان التحكيم بحاجه للاتيكيت اليوم بحاجه لاشخاص تعطيهم دروس تقدر تمرنهم كيف يطلعوا على الهواء شو اللي بعدوا عنه كيف يتركوا انطباع كمان جيد عند الناس يا ريت يا ريت لازم يا ريت في ناس بيعرفوا انه لازم انه مفروض انه يعرفوا هالاشياء او بالقليله يوعوهم على الاشياء يو نو رح نكفي مع هيدي شو الصورة؟ هيدي أنا ما فهمتها كهرب ولا شو؟
نانسي هيدا شخص كتير متوتر، اوكي؟ سو لما نكون طالعين نحن على الستيج لازم نعرف انه حتى لو نكون متوترين وحتى لو الجاج بيعرف انه انت متوتر اول فترة اول خمس دقايق اكيد ما في مشكلة، بس بعدين بدنا نعرف كيف نخبي توتر، وهيدي نوع كمان من الاشياء اللي فيك تتعلميها. اكيد اوكي لو بتطلعي اون ستيج، وهون نحن كجادج نعمل بوينتس عليها انه هيدا عمل منيح، جرب خبى توتره كتير منيح. ما عم نقول ما في توتر، في، بس خبيه بطريقه انه الاودينس حسوا حالهم عم يحضروا حدا كتير بروفيشنال. اكزاكتلي. اوكي بعد في صورتين هون. اخر شيء بهالفقره او بهالسؤال ولا اخر صورتين بعد في ها؟ بعد في صوره ولا صورتين؟ بعد في صوره، في صورة. وبعدين مجموعه صور، وبعدين في الفيفورتس تبعولي. اوكي يلا. اوكي هون جينيفر هي تبع بتذكروا ما بعرف اذا شفتوها، هي امريكانيه بتغني عربي مثل واو مثل ام كلثوم، اميزنج لايدي طلعت بالبرنامج بتاخذ العاد. شفتي شو لابسه؟ كانت عم تغني غنيه يلي هي كتير هونتينج وهيدا، ولبست هيدا الشغله الفستان لبسته كتير طويل يعني حتى ما فيها تمشي فيه، بس واقفه هي كانت على شغله اوكي، وحلو لونه بيعطيك هيك هي وعم تغني بتصير تفوتي بيه كأنه أصلاً طير هيك. برافو. لبس أنا حطيت لأنه عجبني كتير، أصلاً قدمت غنية يا طيور بهيدا المشهد اللي عم نشوفها، لأنه عن جد لبست exactly اللبس يلي مفروض تلبسه لهيك غنية. صحيح. وهيدي كتير مهمة نحنا إذا بدنا نطلع ونتبيرا لازم نعرف أنه الجاج أو الحكام حيتطلعوا كمان. صح. على طريقة لبسنا يلي ما ضروري يكون لبس سوت يعني، بس بده يلبس يكون ضابط مع يعني هو طبعا. يمكن كله بيلحق بعضه لنقدر نعطي صورة حلوة إن كان عن المشترك أو عن الجاج. قلتي لنا وعطينا سونيا أنه في حكيم لبرامج هوات منشوفها بهالأيام على ذوقك أول شيء، ولنشوف إذا كمان المشاهدين رح يكونوا معك إن شاء الله بقراري. بس أكيد حقاتي أسباب ليه حسيت أنه هالأشخاص حسيتهم أنه أزبط شيء، وطبعا من منطلق خبرة عم نحكي يعني، وياريت هيك إذا يمكن الفنانين أو الجاجز عم يسمعونا يقدروا يستفيدوا شوي من هالأشياء اللي عم نعطيهم إياها إن شاء الله. أوكي حنبلش أول شيء، هن خمس بلش بخامس. الخامس هي هو عاصي الحلاني أنا لقلي. ليه؟ لأنه بحسه هالشخص عن جد من قلبه لما بيعمل يعني من لشة الحكم بيكون من قلبه بحس. أوكي ما بيجرح، ومرات بتحسيه أنه متضايق انه لانه بده هالشخص يعمل منيح. أكيد. اوكي سو هون بتحسيه بيشجع وتش كثير مهم حتى يكون بلجنه الحكم، وبحب اخلاص بتحب عن جد بتحسيه بتعلق بالاشخاص اللي بيكونوا معه بينضموا لفريقه، بحس هيك في تعاطف بينه وبينه بالضبط، وبيركض لعندهم ببوسهم ما عنده مشكله. هلا اوكي شوي اوفر بس ستيل انا فور مي هاي احسن من واحد انه يحكيكي بطريقه مش حلوه. اوكي رابع شخص تررررا نجم كاظم الساهر. استاذ كاظم الساهر عن جد مهني كتير، بيقول لك المحلات وين حبيك، يمكن ما كتير بيحكي بالسلبيات بس كمان ما بيفرج كتير ايموشنز. اوكي فرجه رقي كتير على فكره خلال هو الخجول exactly. ما بحب يفوت ويعتب هالشي بس ستيل بيكون كتير بروفيشنال وبس بيعطيك اللي المفروض يعطيك، تكون كلمته بمحله يعني. صح اكزاكتلي exactly. مش بيقعد بيحكي مثل الفيلسوف اللي شفناه قبل انه انا وانا وانا. صوره ثالثه ماري محفوظ. انا بعتقد اوكي ماري ماري محفوظ، مدام ماري محفوظ تبع ستار اكاديمي اللي عم نشوفها هلا. استاذة الفوكالية كثير حلوه. بتحسيها مثل الامب اللي عم بتجرب، كلها حنين اصلا يعني كلها حنين ما معقول ما معقول، وحتى بتضحك معهم يعني انه هي عمرها انه كبيره وهن صغار، بس بتحسيها انه بتفوت معهم قد ما عن جد بتختلط معهم بتحس معهم في عندك
كثير شغف. She's an excellent coach فينا نقول لك ككوتش. ليه؟ لأنه بتجرب تشوف هندي وين المشكلة عندهم، تسألهم شو المشكلة عندكم مثلا، وتجرب تاخد منهم وبتحكيهم طريقة مثل كأنه أنه بليز كن تعملوا هيك لأنه أنا بتضايق بعدين، يعني حتى حالة ما أصلا حتى إذا في حدا زعلين بتجرب تعرف منه هو ليه زعلان، فوت بقصصهم الشخصية حتى تجرب تظهرهم من المود اللي هني فيه وتردهم على الصف تبعها بفرح. إذا بتطلع فيها طيبة ظاهرة على وجهها. معقول عن جد مثل مام وبتضحك من قلبها، يعني ما عندها مشكلة إنه تفرجي هالشيء، هذا كثير كثير حلو. أوكي؟ أوكي. نمبر 2 دارن بنت لجنة تحكيم Dancing with the Stars. Dancing with the Stars. أنا بحسه عن جد كتير professional هالشخص. السمايل بتضل على وجهه بتلاحظه حتى لو نكون عم يعطي دايماً انتقاد مثلا. هو أوكي. على فكرة مش ببلش بانتقاد، هو ببلش أول شيء بالاشياء البوزيتيف بعدين بقول لك بات بيعطي بعدين الاشياء النيجاتيف هيك. هون عم يستعمل الساندويتش تكنيك اللي كنا نحكي فيها قبل. نحن كيف تبلش توصل للنقطه لاحظتي ببلش صحيح. اول شيء بشغله واو انه كثير حبيت صح. مثلا بيحكي عن تيب او بيحكي مثلا عن التكنيك او يمكن بيحكي عن كيف انتوا اثنين كيف ماشيين سوا كثير حلو صح. بفوت بعدين اي بات يمكن كان فينا بيعطيها كنصيحه حتى ما بيعطيها كأنت عملت غلط، بيقول له بس يمكن كان فيك تعمل هيك لو كنت عم كمان بضحكة يعني كمان مع ضحكة. آخر شيء هي كفرز إت بشيء كتير بوزيتيف كمان بيقول له بس أنا كتير حبيتكم أنتوا يمكن توصلوا على الآخر يو نو إنه بيشجعوا بيعطي هيك شوية حلو. معنويات كتير حلو على فكرة فيه كتير إنرجي كمان دارن يعني هو عم يحكي بتحس الحياة كلها طالعة منه إنه هو عن جد إنه معكم أنا معكم طلع مشجعكم مثل كوتش يعني أوكي أوكي وآخر شيء دررررا مدام الغنية نجوى كرم يمكن اسمها يتفقوا معي يمكن هيدا بس أنا بحسها هاي المدام كتير بهنية عندها عن جد بتحس مع الشخص بتدافع عن الشخص حتى لو زملائها يمكن عم بيحكوا شيء اوكي هي بتدافع عنه بتحس معه وبذات الوقت بتضلها تشجعه وكمان صحيح. اخر شيء دائما بتسال حتى النيجاتيف تبعها السلبي هو سؤال شو رايك هون كنت منيح انت بتعتقد يعني ما حتى بتقله لقله يعني مش قادره حتى تقله انت سلبي او عملت غلط بتقله شو رايك انت اوكي هيدي بيج تايم كوتش يعني الكوتش لا وهي كلها يعني اذا بتشوفيها كلها على بعضها طلتها شكلها حكيها كله وعندها هيك مثل طريقة اللي بتطلع بدون ما يعني كلمات خاصة فيها يعني خرب بيتك شحب بيتك الفوين تبعها كتير حلو بيقلوها حتى عن جد في كتير حتى على تويتر مرات مثلا من الجزائر بيبعتولي هيك انه مثلا يخرب بيتك شحب بيتك خاصت مثل هيك تريد مارك لقلها يعني للشمس على كل حال هي شمس مضوية بين ثلاث شباب بيعرف جات تايلنت لا شك هي قوية قوية بتعرف تزبط حالها بس حلو عن فوينا كمان بس بتطلع عن جد ما بتجرح ما بحياتي شفتها عم بتجرح وعندها تعاطف وشغف سو هيدا كتير كتير حلو كمان وبيريح اكيد الشخص يلي أكيد. عم بيكون يعمل هالبرفورمنس طب سونيا الى اي مدى ممكن لعضو لجنه التحكيم انه يوصل انه ينتقد مثلا كيف ويتمادى بال بنقده اوكي بحكينا وقتها الاشياء اللي بده يركز عليهم هن هدول مثلا تيب مثلا التكنيك مثلا الاوريجيناليتي كلهم هدول لازم يفكر فيهم بس كمان لازم يعرف يتصرف لانه كل هدول التكنيك والاشياء اذا ما عرف يعمل كيف يتصرف اكيد حيطلعوا هو حيطلع الايمج تبعه كمان غلط ما هي مش بس كمان كيف بدك تحكمي على الشخص الثاني بس كمان كيف الايمج تبعك انت لانه نحن لما يكون واحد بلجنه الحكم بيكون اكسبرت وكمان اكيد بده يعني ينتبه على الايمج تبعه وعلى صورته اخر شيء بتعتقدي لما يكون فنان عنده شعبيه كثير كبيره ويشارك بهيك برامج بتخلينا نشوفه اذا بدك اكثر على طبيعيه اكثر هيك بدون ما يكون فعلا عم يتحكم بحركاته وحكيته ممكن يخسر جماهيريه من بعد ما يحكم ويكون اكيد انا بعتقد 100% يمكن الناس ما يعرفوك منيح وتطلعي وتفرجيهم صوره كثير حلوه ويمكن الناس يفكروا عنك واو انت بتجنني وتطلعي وتفرجيهم صوره ثانيه بشعة سو كتير مهم كمان نعرف كيف نتصرف مثلا أنا رغب عليه يمكن كنت حطيته بس كمان مرات حسيته عمل إشياء يمكن كيف رد ما حبيت
كثير انه لازم تكون عن جد عندك ما حبيتي كنترول. يمكن هيدي الشغله بين راغب واحلام اللي صارت بس بطريقه تعامله مع المشتركين حبيتي كيف بيتعامل مع المشتركين؟ لا حلو بس بتحسي دائما ما بعرف حبيت ما كثير فوت بهالشيء لانه مرات شفت اشياء ما عجبتني حتى مع المشتركين. يس يس يس. طيب علي جابر شو رايك فيه؟ لك بعملت علي بيقربني. اوكي. لا معلم علي جابر شاطر بحسه وفهمان وكل شيء بس مرات يمكن بفوت كثير باشياء ما مفروض يفوت فيها انه خلص بس هو كثير بروفيشنال يعني بس هو ما عجبه ما عجبه يعني ما كثير بيحكي علي يعني بيحكي لا انه اجمالا جملته بتكون انه يمكن كاسانت شوي يعني بيكون هيك مثل حد السيف نحن بنقول انه خلص اوكي هلا هو مثل ما قلنا فهمان واكسبيرينسد وشاطر الشخص بس اخر شيء بدك تكون كمان اكسبرت بالشغله اللي عم يعملوها مثلا بالغنى هو ما منه اكسبرت سو يمكن هون بس هو على اشياء ثانيه على اشياء ثانيه يعني ما تفوت بالاشياء مثلا الدانسينج او حتى الغناء فوت على الاشياء الثانيه بس تعرفي هو بيقول يعني من خلال متابعتي للبرنامج هو بيقول انا ما كثير بفهم بالباليه بس انا اللي حسيته واللي شفته هو هيك فهو دائما بيستبق الموضوع بهيدي الجمله اذا كان شغله مش فاهمه يعني ميبي بس ما بعرف انا مثل ما قلت لكم هدول هن الفيفورتس تبعوا للخمسه جرب اشتغلوا اكثر سونيا من خلال متابعتك للجادجز وهيك ببرامج برا رياليتي بيكونوا شغلين اكثر يعني بيختارون يمكن بدقه بناس تعرف كيف تكون طلتها او بتعرف وكمان هن اصلا بيشتغلوا على حالهم اكثر بقصه التواصل لغه الجسد بقصه حتى في اشياء ممنوعه يعني نحن عنا قد ما مرات بنحكي اشياء بنحكي بدون حتى في سنسرشيب هونيك في سنسرشيب طريقه اللبس طريقه الكلام ما فينا نحكي مثلا نقول عن هيدا لونه هيك في كثير سنسرشيب بطريقه مزبوطه عن التصرف المزبوط نحن عنا هون مرات هيدول الاشياء بتفيدوهم بس مرات برا بيكونوا اقسى من عنا صح يعني مثل سايمون اذا ماني غلطانه صحيح كثير قاسي معروف انه بس يوصلوا لعند سايمون المشترك بيصير يجرب كله سوا بيصير يقول انه الله يستر شو رح يعطيني او شو رح يقول لي شو رح يكون الكومنت فبالعكس نحن هون بعد الطف ايه سايمون بس تعلق على سايمون سايمون كاول هو اكثر ايمج من انه جادج بتحسيه هو لانه بلشها اصلا كلها هاي اوكي بس بتحسيه اكثر صار عنده صار انترتينمنت يعني صار نوع من براند اوكي سايمون كاول حتى علي جابر انه حاطينه عاملينه مثل كانه هو سايمون كاول حتى في عندنا اشخاص كمان قبل كمان كان في برنامج من اول البرامج اللي بلشوا كمان كان في شخص يعتبروه كانه هيدا سايمون كيف صار براند صار براند اكثر من اخذ دور صحيح 100% اي صار براند اكثر من انه لشان نتحكم هلا هو في اشياء كثير عم يعملها غلط سايمون انه معلش انه طريقته بالحكي بجرح الناس حتى مرات عجبه ما عجبه اذا عجبه الشخص ايه اوكي حتى لو ما بيفوت بالتكنيكس انه كمان بدنا ننتبه هون اوكي براند وبيضحك مرات هيدا وبفش الخلق بس كمان بدنا ننتبه بس مش هيدي الطريقه الصحيحه لحتى الواحد هيدا مش التصرف الصح سونيا بخصوص النتيجة يعني بتعرفي بكل البرامج في ربح وفي خسارة والجادج بالآخر يمكن ثلاث أرباع المهمة عليه وأكيد بيبقى في مهمة على تصويت الناس يعني كيف الجادج ممكن يوصل الخبر السيء يعني هي اللي هيدي أهم شيء لا هيدا المشترك أو كيف ممكن يحسسه أنه بسيطة اليوم ما زبطت في عندك حظ لمرة تانية يعني هون كيف لازم يكون التعاطي مثل ما قلنا فينا نستعمل ساندويتش تكنيك اللي هي بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف وبس كمان فينا نستعمل الاي ستيت يعني لما بحكي عن حالي انه انا حسيت انه هيدا الشغل كان شوي اقل من المفروض تعمله شو رايك اذا عملت هيك 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 يعني دائما لازم يكون كونستراكتيف نقاد بناء اوكي نقد بناء ابدا ما بيسوى يكون يجرح بس مشان يجرح او مشان يفرجي انا فهمان مثل ما عملناهم هدول حكينا فيهم صحيح بدنا ننتبه كثير على التصرف بدنا نحس ونحترم احاسيس غيرنا مشان عن جد اخر شيء اذا نحن كوتش او نحن اكسبرت نحن شو الجول تبعنا هدفنا انه نشجع الاشخاص ونعمل منهم ستارز هيدا اخر شيء يعني صحيح طب سونيا خلينا نحكي شوي عن لبس لجنه التحكيم خبرينا كيف بتلاقيها
ما بعرف انا ما بدي احكي هون بدي حسب عن شو البروجرام عم تحكي ما بعرف انا حسب ما يقولوا بعدين نانسي اهلي لا انا اقول يعني منك انت مقبوله يعني خبيره معنا حسب اي بروجرام عم نحكي يعني اذا بالبرامج مرات بتشوفيهم مثلا اذا بدي احكي عن نجوى رح سمي انا بما انه هي الفيفوريت عندك وسميتيها الافضل نجوى كرم انا نجوى كثير بحب اللي عم تلبسه هالايام كثير كثير بحس انه مرتب ما بيفرش كثير يو نو وات انه محافظ الوان حلوه بتلبق لها صار لها شي كم سنه عم تشتغل كثير حلو على على اللوك تبعها هو في ستايل معين لازم يعني الجاج يعتمدوا حسب البروجرام رجعنا اذا هيك نوع برامج اللي عم نحكي عنها هلا اليوم عم تكون برايم كيف لازم تايم. يكون عاده ستيل اللبس اوكي لازم يكون رجعنا على الكونسرفاتيف سمارت واكيد لازم يكون في كرياتيفيتي فيها يعني يكون شويه ابداع بس كمان نحن عم نحكي عن كل شخص ما في مثلا حتى البروجرام لو كان ابداع وكرياتيفيتي ودانسينج اخر شيء الشخص هو بدك تاخديه على الايمج تبعه يعني اذا عم نحكي عن علي جابر بعتقد هيز اوكي okay بس يمكن مفروض ما يلبس جينز يعني كدين كعميد لجابعه انا ما بحس انه في يلبس جينز هوليك الاشخاص بعتقد ماشي حالهم مثلا نانسي عاج لما جبت سيرتها بالمره مع انه نانسي تميزت كثير يعني بطلتها بحضورها بوجودها حتى بحكيها هلا هي حضورها كثير حلو وهي طيوبه كثير وشخص كثير مهضوم وبتعرف تغني وانا كثير بحب اغانيها بس الشغله انه بعد ما انت كجدج بحسها بعدها منا كتير واصلة يعني كجدج بتحسيها شوي بتحسيها صغيرة يعني شوي. لا بتحسيها صغيرة بركي لا يمكن طريقتها شوي ما عندها طريقة التواصل وتوصل المسج شوي ويك شوي أنا بالعكس يمكن هي طريقتها يعني أنا بالعكس أنا كتير بحبها إيه وأنا كمان حتى يعني بحب إنه كل مرة بتعطي رأيها بطريقة مختلفة يعني ما بتكرر نفسها بالجمل صحيح ما بتعيد ذات الجمل دايما هلا ما فينا نعمل كومباريزون بينها وبين احلام دخيلك ما فينا نحطيها حدا لا انا حسيت نانسي حسيت نانسي شوي بتلحق مثلا شو بيقول راغب يو نو بتحسيها اكثر ايه انا اتفقت معك وهيك بس بتحسي كل شيء ريهرست منو عم يجي ناتشرال بحسها ريهرست يعني لما بتكون عم تحكي مثل كانه حدا عم بيقول لها او حدا قال لها او هي عملت ريهرسل قبل ما بحسها ناتشرال لما تطلع فيهم يعني قبل ما ودعك سونيا انا بس سؤال كثير هيك سريع عن الموزع حسن الشفعي اللي عنده جماهيريه كثير كبيره أنا واللي بعتقد انه هو من اهم الاشخاص اللي شاركوا بلجان تحكيم بأرب ايدل حسن الشفعي الموزع الموسيقي يلي يمكن اكثر حدا كان عم يحكي عم يحكي تقنيات وكان عم بيعطي رأي رائع وبطريقة يعني كل اللي عم تقوليه بينطبق عليه ما بعرف أنا هيدا رأيي نانسي أنا معك 100% حتى طريقة لبسه طريقة تطليعته طريقة التفكير هلأ مرات بتحسه لأنه مثلا حدا إذا مصري بتحسيه أكتر جاية معه يرو هيك بحس أنه ما عنده يمكن إكويليبريم بس فيني أقول لك 90% definitely very good شكرا لك سونيا صباح اهلا وسهلا فيك كان الموضوع كثير حلو اليوم عن جد بعتقد الكل استفاد ان كان مشاركين وان كان حكام شكرا لحضورك معنا مشاهدينا رح نتوقف مع اول فاصل بحلقه ببيروت اليوم وبنرجع فقرتنا التالية رح نتطرق لموضوع التغذية وارتباطه أحيانا ببعض الأمراض وخاصة وجع الراس معقول يكون نوع غذائنا هو وراء إصابتنا بالصداع أسئلة بجاوب عليها خبيرة التغذية عبير أبو الجيدة مساء الخير عبير مساء النور كيفك اليوم؟ ماشي الحال؟ ماشي عبير الصداع مشكلة كبيرة إلى أي حد هو مرتبط بنوعية الغذاء؟ في أمراض عديدة ممكن نواجهها بحياتنا وهي مرتبطة
ارتباط وثيق بغذائنا. اوكي. الاكل ممكن يكون عامل من عده عوامل بياثر على الميجران. ففي ناس ما بيعرفوا انه عم نحكي بس الاشخاص عندهم ميجران ولا ممكن وجع راس عادي كمان؟ هلا نحن اليوم رح نركز اكثر شيء كمان على الميجران. اوكي. هون في كثير ناس ممكن يكونوا يجهلوا انه نوع اكلهم ممكن ياثر يا سلبيا يا ايجابيا على وجع الراس. واذا اختاروا المأكولات بطريقه صح وعرفوا شو ينقوا خاصة بمراحل معينة مثل الامرأة إن كانت بمرحلة إذا عندها بيريود يعني بهيدي المرحلة في ناس بيزيد عندهم الميجران إذا كنا بمرحلة الصوم بهيدي المراحل ممكن الميجران تزيد فشو لازم نعمل وشو لازم ننقي وشو لازم نتفادى حتى نخفف من وطئة الميجران يعني أوكي. كأنه عم بتقولي كأنه النساء أكتريتهم بيعانوا من الميجران أكثر من الشباب صحيح هلا ثلاث مرات أكثر استنادا لأبحاث علمية نحن أنا أقولي عندي هالمشكلة الميجران يعني ثلاث مرات بعاني أكثر معرضين فبفتكر اليوم بهالفقرة لازم استفيد أنا معك عبير. عبير قديش مرات يمكن قلة الأكل كمان بتسبب صداع؟ هلا دايما هون لازم ننتبه على العادات يعني مثل ما ذكرتي قلة الأكل نقعد بلا أكل لما نحن منقعد فترة زمنية بلا أكل أو منخفف كتير كمية الطعام اللي عم ناكلها هيدا الشيء منحس هون بوجع راس هون في تأثير سلبي لقلة الأكل ولا يعني إنه نحن نقعد فترة زمنية كبيرة بلا ما نتناول طعام فنحن دايما هون منقول قد ما فينا يكون عندنا وجبات نقسم الوقعات بطريقة منيحة تنتفادى كمان مشاكل عديدة ومنها الميجران نقسم الوجبات لقدي تقريبا هلا يعني دايما هون ترويقة غدا عشاء أو ايه أو يمكن خمس في منهم بيقولوا ايه خمس وجبات صغيرة بركي مرات بيقولوا هيك صح خمس وقعات بنهار وهذا الشيء مش بس منيح للميجران منيح انه يزيد حرقنا اكثر لانه العالم اللي ما بياكلوا بطريقه منتظمه وما بيقسموا وجباتهم خلال النهار بينصحوا اكثر لانه نحن لما عم نعرف شو ناكل اكيد مش عم نشجع على اللقمشه عم نشجع انه نقسم الوجبات بالطريقه الصحيحه فهون نحن عم نخلي المعده تحرق الاكل اكثر نشغل ميتابوليزم اكثر كمان هذه هي عم نشغل دايجستشن اكثر حتى نحرق سعرات حرارية أكثر يعني خلال النهار إذا عم نحكي عن خمس وجبات أو أربعة حتى ساعتها منقسم نوعية الغذاء يعني الترويقة شو لازم تحتوي على إن كان كالوري إن كان حبوب حليب غيرها يعني هون لازم ناخد كل الأنواع اللي لازم الجسم يلي هو بحاجة إلها كمان هيدا الشيء ممكن يساعدنا بتفادي الميجران بالضبط هون نرجع للنوعية كمان تقسيم منيح ما نقعد فترة زمنية طويلة بلا أكل كتير منيح والنوعية المنى نحكي عنها اليوم هي كتير بتأثر على حياتنا على جسمنا على الأمراض وكمان النظام الغذائي مرتبط كتير بأمراض عديدة حتى بالأمراض السرطانية يعني في دراسات حديثة ذكرت أنه 30% من الأمراض السرطانية ممكن يكون كمان لها تأثير بتتأثر بنوع الغذاء اللي عم ناخده أوكي في كتير أنواع بتخفف من الصداع ولا هن بس كم نوع؟ هلا في اشياء مهمه وهن منوعه يعني نحن يمكن بنحكي عن بنقول الفواكه الخضره هلا بدنا نحكي بار ديتاي اكثر لانه هن مقسمين لكاتيجوري عندنا عده انواع وحتى في ستاديز ذكروا انه بعض انواع الفواكه ممكن تكون مضره أوكي. فهون كمان لازم ننتبه لهالشغله يعني هون نظرا لدراسات وابحاث عبير اليوم بدك تفيدينا انه هيدا بضر هيدا مش لازم ناكله هيدا كتير منيح للميجران وبالتالي ممكن يساعدنا على تخطيه ونرجع منقول شغله كتير مهمه انه نحن اذا ما طبقنا هالشي بالبيت ما رح نستفيد وما نتوقع انه اليوم نلاقي نتيجه او بكره نلاقي نتيجه ولازم دائما نعرف انه الغذاء هو شيء من عدة أشياء يمكن ستريس يمكن عوامل أخرى هلأ منتطرق لها كمان إلى تأثير فهون لازم نحسن كل هالعادات تناخد ونحصل على النتيجة الأمثل أوكي خلينا نبلش لكن بنوع الأطعمة
كيف بركي في طريقه معينه شيء لازم تاكليه الصبح او شيء الظهر عشيه ما بعرف انا. هلا هي عملت تشكيله كانه ايه؟ عبير وجايبت لنا اياها خالصه يعني. هلا دائما بنذكر نحن قد ايه مهم ناخذ الفواكه والخضره، دائما بنقول لانه فيها مواد مضاده للتاكسد وفيتامينات ومعادن. بس بحاله الميجرين بدنا نضيف شغله لها، الفواكه والخضره فيها الاستروجين اللي هو النباتي. وهون كنا ذكرنا انه النساء هن عرضه اكثر 3 مرات اكثر من الرجال انه يكون عندهم ميجرين. فخاصة بمراحل معينة يمكن قبل الرجل أو خلال الرجل العديد من النساء بيعانوا من ميجران قوية وجع راس. فبهيدي المرحلة نحن بننصحهم يتناولوا الفواكه والخضرة لأنه هن عم يعانوا من الميجران لأنه صار في انخفاض لنسبة الأستروجين. فالفواكه والخضرة بتحتوي على الأستروجين النباتي اللي ممكن يساهم بطريقة كتير إيجابية أنه يساعدهم خلال هيدي الفترة. أغلبية نوع معين يعني من الفواكه والخضرة ولا هيك بدك تسألي؟ هي نفس السؤال. هلا دائما بنقول نركز على كل شيء ورقته خضراء. كل شيء بالخضره ورقته خضراء بيكون كثير منيح، وندخل سلاد تحتوي على يعني بقلي، روكا، زعتر، نعناع، كل هالقصص. صحيح، هولي كلهم كثير منيح انه ناخذهم، كمان بالاضافه لانه الخضره هن كمان بيحتوى على المغنيسيوم. اوكي. فهون منوسع اكثر، منقول انه المغنيسيوم كثير منيح كمان، ومنبلش نختار الاطعمه اللي فيها اكثر مغنيسيوم. مثل دائما الحبوب الكامله، القمحه الكامله، الفاصوليا، هول كمان اذا دخلناهم لاطباقنا بيساعدونا، لانه كمان تبرهن انه الاشخاص اللي بياخذوا دايت قليل بالمغنيسيوم وما بيحصلوا بالكميه الكافيه على المغنيسيوم هن عرضه اكثر انه يكون عندهم ميجرين. فهون دائما كل شيء لونه اخضر ركز عليه، ان نستبدل الخبز العادي بالخبز القمحه كامله، ندخل الحبوب لاطباقنا يعني كمان. كل يوم يكون مرتين ثلاثه بالاسبوع فاصوليا او حيلا شيء يعني من هيدا الحبوب. السيستم مثل ما عم تحكي مش انه بفتره مثلا قبل البيريود، لا هيدا لازم نظام غذائي تعتمديه دائما بحياتك. صحيح. اوكي صحيح. هون دائما سؤالك ناسي كثير حلو، ليه؟ لانه في ناس يمكن يقولوا انا هلا بهيدي المرحله بدي اغير يعني نظامي الغذائي وخلص قبل الجمعه بركي او بعدين او صح. بس هو لا، نحن لازم يكون عندنا هيدي العادات الصحيه ترافقنا على أكيد. طول اكيد. اوكي، اصلا للصحه عم نحكي عن اشياء مفيده، يعني مش قصه انه فتره صغيره. صح. هيدي لازم تكون معنا دائما بعتقد. صح، دايما نفكر، وانا دايما شغله بقولها كثير مهمه، انه بس ما نفكر برجيم او دايت او حيلا شيء كعادات غذائيه، نفكر بالصحه بعدين نفكر بالشيب. يعني دايما صحتنا هي الاهم بعدين نفكر بالشكل. لانه في ناس يمكن يعني بيحاولوا كمان اوقات يخفضوا وزنهم اكثر من اللازم وبيقعدوا كثير بلا اكل، بيكونوا عم يضروا حالهم اكثر ما عم يفيدوا حالهم، وعم يواجهوا مشاكل صحية كتير، منها نقص فيتامينات ومنها مشكلة الميجرين من وراء تخفيض الأكل، ومنها الخمسة كيلو اللي نزلوه بسرعة بيطلعوا 10 بعدين مية بالمية. وبعدين كمان كنت عم بقرأ شغلة أنا وننسي، كنا عم نشوف شوي عن ارتباط الغذاء بقصة الميجرين، وشفنا أنه الجنك فود يعني المأكولات السريعة يلي بناكلها وين ما كان برا، بتعرفي على الاستعجال الواحد يمكن ما عنده وقت من مكتبه على شغله وبعجقة السير بقول لك يلا بوقف على السريع باخد ساندويش وبمشي يعني. فكمان طلع انه في ارتباط كثير كبير، وانه الجنك فود بياثر على وجع الراس وهو بيسبب الميجرين. لسوء الحظ دائما بنقول هلا في شغله كثير حلوه فينا نعمل الفاست فود ان هيلثي واي، يعني نعمله بطريقه صحيه اكثر. هذا بالبيت. فبالبيت. فهون دائما تما يقولوا لنا انتم ليه ضد الفاست فود، انتم دائما ممنوع وممنوع، لا دائما مثلا انا اذا بدي اعمل برجر في اعملها بطريقه هيلثي، بتبطل فاست فود بتصير هيلثي فود. هلا صحيح كمان هول الانواع من الاطباق بيحتووا على نسبة ملح عالية، وبالإضافة لهالشي هن بيخلونا بيعطونا مواد منا كتير مفيدة لجسمنا، منا صحية. فهيدي المواد المنا صحية
بتجي على الخلايا تبع جسمنا وبتسبب لها دامج. يعني نحن بالمقابل بحاجه ناخذ اطعمه فيها كثير مواد انتي اوكسيدانت تنحارب المواد المنا مفيده اللي عم ناخذها من هيدي الماكولات الضاره، وخاصه انها بتكون كثير مملحه، والملح والاطعمه اللي كثير فيها ملح بتاثر بادلي على الميجران. طيب بالنسبه للقهوه بتخفف ولا بتزيد وجع؟ هلا ما بعرف حتى فنجان قهوه حدك عبير اذا لاحظتوا هلا في منهم. ليكي نحن عاده قبل ما تحكي عن هذا الموضوع مثلا بيقولوا يي راسي عم بيوجعني اشرب فنجان هيك لاخذ فنجان قهوه، هي الجمله على لسان الكل. مضبوطه ولا مش مضبوطه؟ فهون هيدي بدنا نعرفها اذا مضبوطه ولا لا. ليه هلا انا حاطه ما بين الاثنين، حاطه هون الاشياء البوزيتيف، حتى شوي هون الاشياء اللي ممكن تكون نيجاتيف. هلا بالنسبه للقهوه في دباج حول هيدا الموضوع، يعني في ناس بيقولوا القهوه مفيده، في ناس بيقولوا لا كثره الكافيين ما هيدي هي انه عم تقولي كثره الكافيين، في منهم يمكن اذا بيشربوا فنجان بحسوا حالهم كثير راقوا وكثير ارتاحوا، وهذا اللي بدنا نقوله. يعني هلا الستاديز بيقولوا بحدود كوب لكوبين ما في مشكله، بالعكس بيساعد انه الشخص اللي عنده ميجران تتحسن الحاله وما تسوق، وبيساعد على الدماغ على تدفق الدم بقلب الدماغ لانه بفتح شرايين القلب. يعني الكوب لكوبين من القهوه هي هيدي كمان مهمه. كوب لكوبين ما في مشكله بحدود ال 150 ملي، مش ركوه ركوبين بس. لا انت قد ايه بتشربي؟ انا ركوه هالقد الصبح. لا هيني كمان يعني هلا نحن عم نحكي يعني بحدود فنجانين ثلاثة صغار بالنهار، بس أكثر من هيك ما بنعود نعرف قد ايه ممكن ما تكون منيحة، لأنه الكافيين مش بس القهوة، يعني كمان إذا عم نحكي عن الصودا في كافيين، عن كثرة الشوكولا في كافيين، مع إنه الشوكولا بالمقابل في مغنيزيوم وقلنا المغنيزيوم منيح. فهون بترجع دوز، مسألة كمية، قد ايه عم باخذ كمية، إذا كمية قليلة يعني الواحد هو بده يراقب اكله، يعني بيعرف انه كثره هيدا بتضر، لازم ياخذهم بشكل معتدل حتى يقدر يحافظ على صحه سليمه. هيدا دائما نحن بنقوله الاعتدال هو السلاح. نعم، يعني دائما لما نعتدل بنكون ماشيين على الخط الصح. صحيح. هون عم نشوف، قلتي عبير قبل شوي انه في انواع فواكه معينه تعتبر مضره للميجرين، ما قلتي لنا عنها. هلا هون اهم في كتير ناس بياخدوا بنان، بياخدوا موز بكمية كبيرة، أو بياخدوا هيدا اللي عم بقول لها قبل شوي كمان. فهون بدهم ينتبهوا إنه كمان، لأنه في ستاديز بيقولوا إنه البنان مع إنه فواكه ومع إنه فيها مواد منيحة وفيتامينز ومعادن، بس بمسألة الميجران ممكن تكون مضرة. فهون ينتبهوا للموز أكثر شيء، لأنه ممكن يلعب دور سلبي بهذا الموضوع. طيب بالنسبة للشاي كمان زد شيء؟ هلا نقول مثل القهوه مثلا يعتبر ولا لا؟ هلا الشاي فيه شوي اخف كميه مثل الكافيين، فهون كمان اعتدال، يعني نعتدل. بس اذا بيشربوا الشاي الاخضر في منهم بيكون عندهم يزر عينه بقلب البيت. صحيح، بفتكر هيدا مفيد. صح، ما في مشكله بالشاي، خاصه الشاي الاخضر لمدى المزايا الموجوده بقلبه. بس دائما ننتبه انه ما ناخذ كميات كثير كبيره. اوكي، سمك، ما حكينا ابدا عن السمك. هون دائما كل دائما نحن بنقول قد ما فيكم بعدوا عن الاشياء المدهنه، ما عدا بالسمك. دائما بالسمك قد ما فينا ننقي السمك الاكثر شيء مدهن، لانه الدهون الموجوده بالسمك هي دهون منيحه للقلب، لشرايين القلب وللميجران. يعني دائما نتجه صوب الاسماك اللي فيها اوميجا 3 اكثر، ان كان تونه او غيرها، يعني من الاسماك المدهنه. فهون هيدا الشيء بينطبق بس على السمك، انه قد ما كانت الدهون فيه اعلى قد ما بيكون مفيد اكثر، وبيحمي ضد الميجران وضد اكيد الامراض القلبيه والجلطات القلبيه. هلا كمان في شغله، في كثير عالم ممكن يتساءلوا قد ايه الكميه، يعني بتقولوا لنا خذوا اعطونا جراماج، انه قد ايه تقريبا فينا ناخذ لحتى يكون هيدا الشيء عم ناخذ الكميه الكافيه من الاوميجا 3. دائما بنقول بمعدل 125 جرام
أربع مرات بالأسبوع بيكونوا كافيين إنه ناخد الأوميغا 3 المناسب لإلنا واللي بيعطينا كمان الدفاع، يعني هو سلاحنا تندافع عن الميجرين. أوكي، وبالنسبة للبوزة والأشياء المسقعة الباردة فهون يا نانسي، في ناس يمكن يعملوا سبور تعلى تمبرتشر تبع جسمهم، او يكونوا كمان مشوبين بفصل الصيف ويتجهوا ياخذوا شيء مسقع مثل الايس كريم. من بعد ما ياخذوا ايس كريم بيقولوا راسي لمع، صح؟ او يعني بحسوا شيء غريب مثل ميجرين قوي بعد ما ياخذوا الاشياء المسقعه. فكمان تبين انه الاشخاص لما يكونوا مشوبين، خاصة هن عرضة أكثر يكون عندهم ميجرين لما يكونوا مشوبين أو لما يكونوا عاملين كمان أكتيفيتي ويتجهوا صوب الأشياء المسقعة، بيصير عندهم وجع راس، وهيدي قليل من الأشخاص بيعرفوها هيدي المعلومة. يعني بيقولوا لمع راسي بس ما بيركزوا على شو، بيرجعوا بيعيدوا نفس الشغلة مرة ثانية وما يعرفوا السبب الرئيسي وين الخلل اللي هن عم يعملوه. فبتكون من وراء المأكولات المسقعة، أو يعني ما يشربوا وقت السبار وهيك، ما يشربوا أشياء مسقعة وأشياء باردة. أوكي، بدي أسأل شوي عن النساء من بعد عمر الخمسين، بما أنه هن الأكثر عرضة للميجرين، فهل من بعد عمر الخمسين ممكن يتزايد عدد الإصابات بالميجرين؟ لأنه بتعرفي بتتوقف الدورة الشهرية وبتتعرض لكتير تغيرات بالهرمونات بجسم المرأة، فهل هيدا الشيء كمان ممكن يكون سلبي؟ أكيد، لأنه منرجع للأستروجين. فهون نحن كنا ابتدأنا الحلقة وقلنا لما عم يوطى الأستروجين بالجسم عم تكون المرأة معرضة أكثر أنه يصير عندها ميجرين. فهون خاصة بالمينوبوز بتكون عندها الأستروجين كمان في خلل بالأستروجين، هيدا بيعرضها أكثر أنه يصير عندها وجع راس. من هون تتجه للخضرة والفواكه اللي بتحتوي على الأستروجين النباتي. يعني إذا زمتين هلأ إلا ما يجي نهار نعلق بالميجرين يكون في ميجرين. قولي لي عبير، بالنسبة للحلويات والمعجنات ما عطيتينا ولا هيك معلومة. فهون دايما ننتبه أنه اكيد قلتي بس عن الشوكولا مش صح. بكميات كبيره صح، باعتدال 20 جرام دائما بنقولهم بنهار. بس هون حرام عليكم، سوري عم اقطشك عبير، حرام عليك 20 جرام و150 جرام، بحس هيدي الكميات القليله ما بتشبع لنا عيننا. يعني هلا عبير من اول الاشخاص اللي بيجوا لعنا وبيسمحوا لنا اشياء ناكلهم، يعني عاده بتعرفي ممنوع. ايه ممنوع ممنوع ممنوع. في شغلة مهمة، هلا نحن عم نحكي اوغرو على الجراماج، وعلى فكرة لما تقولي للشخص هالقد جرام مثلا 120 جرام او 150 جرام لا شعوريا بيتضايق. فأنا هيدي ما بعتمدها بالكلينيك، يعني بجرب اعتمد طريقة تانية هيك كأنه خاصة إذا حدا بحب الأكل يعني صعبة تمشي معه هيدي القصة. يعني بدل ما أقول لهم هالقد جرام بقول لهم 8 قطع طاووق مع هيك، فهيك بلاقيها شوي مقبولة أكثر. أنا 8 قطع طاووق عم برسمهم بهيك بخيالي مخيلتي لشوف قد إنه 8 قطع يعني بشبع، بس مع خبز ولا بلا خبز؟ مع خبز. إيه لا سبع ماشي. طب عبير إيه قولي لنا المعجنات شو؟ هلا المعجنات بالاجمال يعني باعتدال ما في بروبلم، بس البيتزا مثلا تبين انه البيتزا هي من انواع المعجنات المضره للميجرين، بالاضافه لانه مش بس العجينه هي بتحتوي على جامبون، والجامبون بحد ذاته مضر، في مواد حافظه، هيدي المواد الحافظه موجوده بقلبه. احنا ما بناكل جامبون بتضر من هيدي من انواع اللحوم، فاللحوم المدخنه اكثر. هلا نحن عم نحكي كثير عبير عن اذا بدك الاكلات المعروفه بمطبخنا العربي، بس في اكلات اجنبيه مثلا في المطبخ الايطالي عندهم السباجيتي وعندهم اشياء كثير طيبه غير البيتزا اكيد عم نحكي، وفي السوشي كمان، في المأكولات البحريه النيه. يعني هون شو مضر شو مفيد؟ الاكل الصيني كمان كنت عم بقرا شوي، الاكل الصيني في قصص بتضر، في اشياء بتضر. هلا ليه؟ لانه سولتي، لانه في كل شيء في ملح، يعني في كثير ملح. وهو بالصين الاكل الصيني كثير هيلثي، بس تيتاقلم مع كل بلد
بيضطروا انه يعملوا اضافات مثلا شوية نكهات يعني مثلا بالصين يمكن الرايس ما يكون فرايد مثل عنا هالقد نحن لا حتى نصير نرغب اكثر بقربوه من نظامنا الغذائي اللي نحن بنحبه فهون بيكون في اكثر نسبه املاح عاليه ونسبه صوصات فيها ملح عاليه وكمان بيكون في اشياء مقليه اكثر هيدي الاشياء المقليه هي بتولد مشاكل منها مشكله الميجرين فهون دائما ننتبه و لا كفي بس انا عندي السؤال رفعت ايدي بالصف كاني عرفت كيف انه دوري الجمازات في اسال سؤال الحر شو بيعمل بزيد الميجرين ولا هلا ما في ستادي معينه بتقول انه الحر بتاثر سلبيا على الميجرين يعني بعد ما اكدوا اذا الحر مضر ولا غير مضر ولكن اللي تاكد انه جبنه في أجبان كتير نحن بناكلها يومياً أو إن كان بغير بلدان أوروبية خاصة بفرنسا بتناولوا أصناف جبنة معينة هيدا الجبنة هي سبب من أسباب الميجران صفراء أو بيضاء بأغلبها بتكون الجبنة الصفراء وفي أنواع عديدة فننتبه يعني دايماً ننتبه شو عم ناخد جبنة خاصة أنه الجبنة كل شيء نقعد نحن على الطاولة بنحط أصناف عديدة صحيح وفي ناس صحيح. بيكونوا بيعانوا من وجع الرأس فهون نحن بننصحهم أنه ينتبهوا من الأجبان خاصة لأنه بيكون فيه نسبة عالية من التيرامين ثانكيو شكرا كثير لوجودك معنا عبير أبو رجيلة كثير استفدنا من المعلومات اللي قدمتي لنا إياها شكرا لحضورك مشاهدينا فاصل جديد وبنرجع لنتابع ببيروت نتابع ببيروت وقفتنا التالية مع الموضة وخلالها رح يكون في عنا عرض مباشر من توقيع نسرين نصار وسناء البناي أهلا وسهلا فيكم أهلا وسهلا بنسرين وسناء خبرونا اتنينتكم تخصصوا بمجال تصميم الأزياء ولكن كيف تعرفتوا على بعض؟ نحن اتنيناتنا كنا نتعلم غير يعني كنا عاملين غير اختصاص غير الفاشن ديزاين بس دائما كانت هوايه لنا بقى رجعنا اتنيناتنا ثاقبت انه تعلمناها وتلاقينا بمعهد بكام ببيروت وضلينا اصحاب يعني مع من بعض. خلال المعهد تعرفتوا على بعض مزبوط. مش من قبل بتعرفوا بعض لا اوكي من خلال المعهد حلو وشو النقاط المشتركة يلي لقيتوها بين بعض واللي من خلالها قدرتوا تكملوا بعضكم وتأسسوا هيدا الشيء اتفقنا كثير مع بعضنا بتحسي افكارنا انه متقاربة يعني ما بعرف يعني اول ما شفتها لنسرين او تعرفتها عليها يعني دغري حبينا نعمل شيء شغل مع بعض لانه عادة بهيدا المجال معروف انه واحد بيبقى هو حابب يفرج تصاميمه ويوصل للعالمية من خلال الاشياء اللي هو عم يعملها فقليل نشوف انه اثنين مجتمعين على فكر واحد بهيدا الموضوع لان اثنين نفس الهدف احنا كثير بهمنا النجاح أكثر من الشهرة النجاح مع زبوناتك طيب خلينا نشوف لكن لمساتكم على الصبايا يلي حضرتونا إياهم بالفاشن شو رح نشوف نحن وياكم هيك تخبرونا أول شيء شو عم نشوف أول موديل أوكي نسرين يا ريت انت بتخبرينا عن الفستان العروسي اللي عم نشوفه اوكي هيدا الفستان اتس بول جاون يعني فستان حجم كبير التنوره تبعه حجمها كثير كبير من فوق الكات هي سويت هارت لونه اوف وايت ما بعرف اذا فيكم تشوفوه على الكاميرا هلا البرودري من فوق التطريز معمول كثير هيك قريب لبعض بطريقه انه مبين هيك كانه جلد من فوق وقت يبرم جلد لميع ومن تحت تول سادة وهلا وقت تبرم العروس بتشوفوا انه في ورد يعني فستان كثير مريح نسرين العروس عن جد مبين انه فيها تتحرك بسهوله فيه هيدا البرنسس كات يلي كل الصبايا البرنسس كات يلي كل الصبايا عم بيلجأوا هلا وعم بيطلبوا انه بدي فستان البرنسس صحيح مزبوط. صحيح عم نشوف ظهره في ورد ورا على الظهر مقصوصين ليزر كات معمولين من اورغانزا ومن ساتان
هيك بيعطوا حركه للعروس. هذا الفستان سمبل بس اجمالا يعني اكثر فستان ناجح مطلوب مع الصبايا. اوكي منشوف ثاني موديل. سنة شو بتقولي لنا عن هالفستان؟ هيدا كمان موديل برنسس كات ومثل ما انتم شايفين معمول الكورسيه على دانتيل برودري وطريقه الشيك جديده مرصعه كلها احجار شوارفسكي وبتلاحظي انه حتى الدانتيل مكفي على التنوره شوي ومن تحت التنوره تير بالون كمان لون ابيض وبتحسي العروس لما تمشي فيه اذا ملاحظه انها مرتاحه يعني كل بساطينا ما بتتلبك العروس بمشيتها طريقه بتعرفي سناء اوقات عم بيعتمدوا انه تويل من تحت تنشال عم شوف شيء كثير حلو من ورا على الظهر يعني موصولين لكمان بالظهر من ورا هيدي قصدك طريقه الشك ايه هيدي طريقه الشك جديده اوكي يعني هلا منا انه جديده بطريقه انه ترسيع الاحجار طالعه بطريقه حلوه ومريح فيها تتحرك العروس مثل ما بدها بتعلق ايديها بتطلق ايديها مش رح تضلها مقيده كل الوقت هول الفساتين كنت عم بسالك سناء بخصوص فساتين الاعراس اللي عم نشوفهم لما تكون في تول عم يعتمدوا يعني العروس لتكون عم تحس انها عم بتغير بنارسها سهرتها عم بشيلوا التول وعم يعتمدوا كانه فستان مثلا ضيق او غير موديل عندنا هيدي الفكره هلا رح تمرق كمان بعد بالفاشن شو يا ريت بتخبرونا كيف تكملوا بعضكم يعني كل وحده شو دورها هلا مش اوكي مين بيرسم طيب خلينا نبلش مين اول شيء هيك بيطلع بفكره الفستان مين بيقرر انه هي الفستان بده يكون موديل وهيك من وين بتستوحوا افكاركم اجمالا بنستوحى افكارنا من وين اوقات بنكون عم نحضر فيلم قديم فينا نستوحى من فساتين قديمه في اوقات قماشه تكون جديده هي بتخلينا نخلق الفستان اوقات شخصيه معينه بارزه بالمجتمع كمان بنفكر انه واو اذا بدها تتجوز هيدي السويه شو بتكون لابسه فستان بس اجمالا عم تسالينا انه كيف بنكمل بعض نحن كثير بنتفق بالشغل مثلا بنقول انه بدنا نعمل هلا برنسس كات اوكي هيدا نعمل هيك بنرسم يعني اللاينز الاساسيه نعم اوكي بنقرر اي لون وبنبلش بنصير هو البروسيس بروسيس تبع الفستان نعم. ببلش بشيء بس وقت تبلشي تشتغلي على المانكان بيصير شيء ثاني كليا ممكن يتغير الموديل يعني بتبين انك تكوني عم ترسمي انت وشخص ثاني يعني بتكوني ما بتصير تزيحي لقلك لا لا انا كثر حتى شغله مش هينه يعني هي عن جد الفكره بتتطور مثلا تعي تنعمل هيك اوكي هات نجرب هيك اوكي بنوصل لمطرح بصير الفستان بيرفكت معنا يعني منتناقش بالفكرة انه مش بيصمم واحد على فكرة خلص انا بدي هيك لا يمكن انا اكون معي حق هي تكون معي حق يقتنع التاني من الاخر حلو كتير انتو مش بس مختصين بالwedding dresses كمان في عندكم فساتين لغير مناسبات رح نشوف هلا وتخبرونا اكتر عنهم فستان اسكار هيدا فستان سهرة اوكي القماش سوا مسلم سوا حرير هيدا فستان اخضر عم نشوف كانه الموديل على سنتور ايه هيدا الازرق هيدا الازرق جاي لونه لون واحد بس جاي معه دونتيل وكمان مشكوك يعني مجموعه الوان وكل واحد بيتميز عن الثاني مزبوط طيب شو نوع القماش يلي الاحب على قلبك اذا بدنا نحكي سنه بعدين نسرين اجمالا يعني انه كل قماشات حلوه يعني بتحسي السوا شو ما كان قماشه حلو السوا هو اللي بيجي بس اوقات الموديل هو اللي بخليك تحبي القماشه يعني بيكون في موديل معين ما بيزبط على غير على نوع قماش مع انه معين فهو اللي بخليك تحبي بالقماش بعروض سوري بدي اشوف بس اذا كان اذا زدت الشيء بالنسبه للنسين ايه هلا نحن اجمالا بالاتوليه في عنا اكثر شيء دانتيل سوا موسلين
تافتا، أورغانزا وتول. هولي أكتر شيء منستهلكهم يعني، يلي هن أكتر شيء براتيك بالهيدا. هلا أوقات تنزل قماشة جديدة منجرب فيها موديل. اجمالا بعروض الازياء بيركزوا على لون واحد بالعرض تبعهم يعني، او بيعتمدوا لون احمر او لون اخضر زيتي او اسود يلي هو اجمالا بيكون مسيطر على كل الفاشن شوز. انتم كمان عندكم هيدا الشيء لانه عم شوف عده الوان يعني، قطع الاصفر الاخضر الازرق وهلا عم شوف احمر، يعني في خليط. هل هيدا الشيء يعتبر من ضمن الموضه انه ولا كل شيء دارج بنحطه، او الست هي حيلا لون بيلبق لها بتطلبه ونحن موجود عندنا؟ لا أكيد، هلأ على الموضة بينزل ألوان معينة كل موسم، يعني بدك أنت كمان تضلك تلاحق الموضة تعرفي شو الألوان الدارجة. نعم. بس أوقات بتجيك الزبونة بتكون هي يمكن لون بشرتها بيلبق للون معين، يعني ما فيكي كل شيء على الموضة تلبسيها إياه، يمكن ما يلبق له. تقتنع معكم يعني؟ بتعرفوا أوقات يعني يمكن واصلة مع الصورة حتى هلأ بدي مثل هيدا بس الخطان. هوني نحن هي الهيدي اللي لازم أنت تنجحي فيها، يعني أنت لازم تقنعي الزبونة. أكيد لازم زبونة تطلع قطعة حلوة عليها يلبق لها، مش مهم إنه خلص على الموضة لازم ألبس شيء على الموضة. بنهاية بتقتنع. نسرين وين؟ كل شوي بتشوف الصور. نسرين عم بحضر معكم. عم تحضري معنا. نسرين قولي لي كم مجموعة بتحاولوا تبتكروا كل سنة؟ اجمالا عندنا مجموعه كثير كبيره من ساتين الاعراس يلي هي نحن الاتوليه اكثر شيء بنختص فيه، ومجموعتين في ساتين سهره. اوكي. سبرينغ سامر وفول وينتر. رح نشوف هلا كمان المودلز يلي حاضرين، واللي رح نشوف شو محضرين لنا معكم، لانه شفنا فستانين عرس باول اطلاله لالن. رح نشوف هلا شو معقول نشوف قدامنا. كمان فستان عروس، بشو بيتميز هيدا الفستان سناء؟ هيدا معمول هو الاساس على باستير وي، وبعدين مرسوم طريقه التطريز الرسمي هي اللي عطيه شكل الفستان. اذا بتلاحظي والصدر فينك. نعم. والظهر حتى واطي هلا لما تبرم العارضه. نعم. والجديات معمولين من الاوركونزا والتيول، مقصوصين ليزر كاتس. نعم. وحتى اذا بتلاحظي هلا هي عم تمشي كمان كثير مريح. لا مبين انه كثير كل فساتيننا جيبون داخل. نعم. بالفستان هلا هيدي القصه يمكن اكثر بتلبق لضعاف اكيد يعني. ايه الاجسام لضعيفه تعطي شكل يعني مزبوط، لتعطي شكل حلو على الجسم مثلك نسرين. وكثير كمان مميزه على الظهر. هلا كثير دارج الظهر، عم تشتغلوا على كمان الظهر، مش بس عم بتركزوا على طله العروس، كمان عم تشتغلوا على كل الفستان. رح نشوف التصميم الثاني. اوكي، يعني مثل ما عم نلاحظ يمكن هي البرنسس كات اللي اخذه هيك مطرح مكان كثير كبير بالكولكشن، صح؟ ايه يعني كل عروس عبالها تكون برنسس بعرسها. هلا لا دائما فينا نزيد كم، فينا نزيد كم صغير كم طويل، في فساتين بيلبق لهم. هالسنه دارج شويه الوان بالفساتين الاعراس. هيدا الفستان ما بعرف اذا مبين على الكاميرا، فيه شويه لايت بيتش يعني. أوكي. الباز من جوا معمول لايت بيتش ومعمول من برا اوف وايت، فبيعطي نيوانس لايت بيتش، ومن فوق كمان مطرز. التطريز كثير الفنتج، بتحسيه هيك قديم. حتى ممكن العروس يمكن نسرين تطلب تزيد الوان ازرق احمر. لا. يعني هيك بشكل صغير اكيد على الفستان ممكن هي تتخيل. هلا كثير درجه. طيب شو اغرب هيك فستان عروس صممتوه؟ في حدا نجى لعندكم يعني هيك على تعبيلي مثلا يكون واحد اثنين ثلاثه هيك؟ في دموازيل لبست فستان تافتا اوف وايت، كثير كان مجنون، اسمها كارلا. كان البوف تبعه كثير كثير كبير، ومن ورا ترام مثل كانه شيء غايمه وقاطعه. كثير هيدا الفستان كان ارتستيك، وكان بده حدا كثير جريء حتى يلبسه، ولبسته بس هلا منه معنا اليوم. هيدي العروس قررت تكون ملكه فرد مره، تخطت مرحله الامراء. على كل حال نسرين وسناء كثير عم نحكي عن قصص حلوه بيناتكم، بس ما تقولوا لي انه هيك بالشغل والتعب
وهيك مخالفات بالرأي ما اختلفتوا على شيء ما تخانقتوا على شيء؟ هلا اكيد ما فينا نقول ما بنتخانق، يعني بنكون ما عم نحكي مزبوط كل وقت، يعني الا ما يصير في خلاف او بس بنحاول قد ما فينا انه يعني بالنهايه نحن بدنا ننجح مسكوتير. نعم. هيدا هدفنا، يعني انه بنحاول انه نتفق، يعني مثل ما بيقولوا بياخذوا بيعطي الواحد، انه طيب. انا بعطيها رايي هي كمان. طب بس على شو بتختلفوا؟ الا ما في شيء معين، ايه نقاط، يعني كل واحد عنده يمكن نظره معينه لشغله، شو نسرين؟ شو الأشياء اللي بتختلفوا عليها؟ أوقات بركة بال مثلا منجرب هالقماشة ولا هالقماشة، لا خلينا نحط شو الطرحة، لا خلينا نحط هاي، طب أوكي خلينا نجرب، بتصير عم نتخانق على شيء تافه، يعني بنتشارع مش بنتخانق. إيه أكيد. شو بنختنق؟ بالنهاية رأي مين بيمشي؟ إيه إذا تأخرت على بكرة. هلا إجمالا موضوع الشراكة شوي دقيق، لأنه دايما ننسي، إذا بتلاحظي بعد خبرة كل الأشخاص اللي ببلشوا اثنين 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 بيوصلوا لمطرح وبيفترقوا، إن شاء الله ما بيصير هيدا الشيء معكم، بس كيف أنتوا عم بتجربوا تتجنبوا هيدا الموضوع؟ يعني ما توصلوا لهيدي النقطة يلي كل شخص عباله يعمل هو شغله أو عباله يبين هو اسمه. يعني بعدنا عم نحكي انه لما واحد حاطط هدف انه بده ينجح عمله وبده الاستمراريه، يعني نحن هيدا هدفنا. نعم. انه الاستمراريه بالبوتيك عندنا، يعني الاتوليه عندنا كثير كثير، يعني بتحسي مثل كانه واحد بيته، انه بدك تكوني عم تشتغلي مرتاحه، فانت اذا ما كنت مرتاحه مع الشريك اللي معك اكيد ما راح توصلي لهدفك. فهيدا كأننا مجوزين بالشغل. ما بالاخر اكيد لما يكون في مسيطر جو العيله الواحد بيقعد بشغله اكثر من بيته، فاذا ما كان كثير مرتاح ما راح يقدر يعطي من قلبه. يعني هيدي نسرين بدي اقول لك شغله، نحن ما حطينا نسرين وسناء مثلا، نحن اتفقنا انه بدنا نحط ميس كوتور لاتوليه يلي هو كونسبت بالكوتور، محل اتوليه في يكون بده يستمر لبعدين وبده يتطور وينتشر، يعني في يكون بغير بلد. في اذا نحن لا سمح الله بطلنا موجودين رح يكمل، يعني هيدا هدفنا انه اتس براند نيم، انه يكفي وانه ان شاء الله تقدر توصل لكل الناس، يعني هيدا اللي ان شاء الله. نسرين بس يجهز التصميم مين اول شخص بيشوفه؟ شو بس يجهز؟ ايه سناء يعني من بعد ما اشتغلتوا كل الوقت، يعني خلص انتهى التصميم صار جاهز، مين اول شخص؟ ما بعرف بركي حدا من العيله. فيسبوك قبل حدا من عيلتكم؟ في ماريو، لانه ماريو جوزي قريب علي كثير بنعيط له. بتقولوا له شو رايك؟ والباقي كله مين ما بيفوت على الاتوليه بيشوف من بعد ما يخلص من بعد ما تخلص القطعه او الفستان، ممكن اذا حسيتوا انه في اشياء ناقصه ترجعوا تعيدوا عن جديد الشغل، بتصير هيدي القصص؟ اكيد على المانيكان اكيد كل شيء بيتغير. وراح نشوف هلا التصميم جاهز على الموديل، لنشوف شو حضرتوا لنا. كمان فستان اعرس؟ ايه كمان فستان اعرس. شو سناء شو بتخبرينا عن هيدا الفستان؟ هيدا فستان سيرين، بس منه جاي كتير سيرين، يعني جاي على ايفازي اكثر. وحتى اذا بتلاحظي القماش تبعه هو دونتيل بروتري مطرز كله باللولو، والليتران تبعه هيدا بينشال بينفك. نعم. بيصير فستان عادي. هاي الفكره اللي كنت عم بسالني، هيدا اللي كنت عم بساله قبل. والليتران اذا بتلاحظي هو من التيل، والورد عليه ورد اوركونزا كمان ليزر كات. هون نوع الشك كيف معمول، على الايد ولا على مكانات ولا كيف؟ لا كل الشك عندنا على النور. اوكي. يعني كله هاند ميد عندنا. في حدا مختص بيهتم بهالامر يعني؟ ايه اكيد. رح نشوف كمان، رح نشوف اخر موديل. ملاحظ انه في تنويع كثير بفساتين الاعراس، يعني كل ذوق الا ما يلاقي شيء عند ميزاتور. نسرين بتحبي تخبرينا عن هالفستان؟
هيدا ميرميد كات اوف وايت كمان. هلا هيدا مش فاكرة عم بقول لكم انه اوقات القماش بتخلينا نستوحي على الفستان. هيدا القماش دانتيل اسبي كوير يعني كانه جلد، ومن فوق كورباتو قاشيت، والبرودري تبعه بس معموله بقلب الورد، معموله من شقف دانتيل ومن لولو ملبسه بدانتيل. الورود نافره بهيدا الفستان نسرين، عم نشوف ورود نافره منه. هيدا الظهر عادي يعني، ما بعرف اذا لاحظتوا بكل فستان طريقه الشك مختلفه عن الثاني. حتى بال يعني كله الموديل كله بتحسيش مختلف، ما في شيء بيشبه بعضه. عم جرب نرضي الصبايا. اذا يعني بس بدي اسال انه اذا في شيء صبيه كثير مستعجله على فستان عرس وفي فكره معينه براسها بدها تنفذها، قد ايه تقريبا بياخذ وقت؟ قديش بتكون انتم وقت كمان لتكونوا حاضرين لتسلموا فستان عرس لحدا؟ اذا كل شيء عم بتبلشوه من الصفر، الفكره، التنفيذ، القص. هلا هو اجمالا بانه نحن بنفضل انه 6 شهور 5 شهور للسور مزور. اذا في شيء كثير طارئ يعني فينا نعمل بشهرين شهرين ونص اذا كثير. بس بتعرفي ما كنت عارفه انه هالقد بده تحضير فستان العرس، يعني ما كنت عارفه انه بده 6 شهور. لا نحن دائما بس يجوا لعنا حتى الميك اب والشعر بيقولوا انه لازم قبل ب6 شهور الوحده تبلش تحضر حالها. مفروض انا عم بحكي كقصه فستان ك يعني لانه بيكون اوقات في عجقه بالاتوليه بقى تيجي دوره بده. لا انا قصدي انه هيك اذا ما في عجقه يعني، بس انه قد ايه تقريبا بده وقت ليحضر؟ شهرين. بس على كل حال مبين انه كل عروس بتلاقي طلبها عندكم، وبدنا نتمنى لكم اكيد كل التوفيق. نسرين وسناء اهلا وسهلا فيكم وموفقين بمس كوتور. شكرا لحضوركم معنا. رح نتوقف مع فاصل اعلان جديد وبنرجع لنتابع كل فقرات وضيوف برنامج ببيروت. عودة لمتابعة برنامج ببيروت، ومثل ما شايفين أنا حدي خبيرة التجميل إليان. أهلا وسهلا فيك إليان. معنا صبية رح تفرجينا هلأ كيف رح تقدري تعملي لها ميك اب خاص، هيك قلتي لي بالأيام العادية الطبيعية، كيف الواحدة بتقدر تبين حلوة وتقدر هيك تحس حالها مرتاحة وعلى ثقة بنفسها أكثر من أنه تطلع شوي باهتة؟ لأنه إجمالا إذا ما منحط شيء على وجهنا منكون نتفة باهتين، صحيح إليان؟ مزبوط. أهلا وسهلا فيك أول شيء، محضرة الغراض كله حاضر، فينا نبلش؟ يلا. أول شيء بيقولوا إنه لازم نحط كريم على الوجه حتى لما يكون الميك اب دغري دقيق بالبشرة. طبعاً أول شيء لازم كريم الأساس نحن بننقيه حسب كل حدا بشرته كيف. نعم. هلا أنا أول شيء رح بلش. لازم يكون كريم دجور، لازم يكون إكرام. هلا أكيد الإكرام ضروري جداً للوجه. نعم. وأكيد بالإضافة لكريم دجور. في شيء أكيد أوقات عم بيكون خصوصي للميك اب قبله، لحتى مثلاً كل وحدة كيف بشرتها، في ناس بشرتها دهنية، في ناس عندك بشرته الناشفة، يعني كل أكيد طبعاً بنحط الكريم دو باز قبل الميك اب لحتى أكيد يضيف على الميك اب شعر. نعم. أول شيء بدنا نعلم شوي الحواجب. بعتقد هلا اهم شيء لحواجب اليان صاروا. طبعا كل سيده صارت تهتم بحواجبها، ما بعرف ليش بس هلا اكثر من قبل اليان، يعني صار دارج الحواجب العريضه. هلا هي اكيد موضه الحواجب العريضه، بس طبعا شغله ما فيها تطبق على كل الناس، لان في ناس ما بيلبق لها العريض كثير. حتى نحن وقت اللي عم نعمل تاتو للحواجب صرنا عم نلجا لستايل كثير طبيعي. نعم. يعني ما بقى حلو الاشياء القويه كثير لانه عم تحسيها بتاكل من جمال ال واصلا ما عم تطلع كثير ناتشورال على الوجه، يعني كثير حلوه. صرنا اكثر عم نشتغلها كشعره ما بقى مثل قبل. هيدي صارت تكنيك جديده. مزبوط، هي تكنيك للحواجب. هي تكنيك جديده نحن عم نستعملها. نعم. ممكن يتغير لون الحواجب كمان ما دام هيك التكنيك جديده، يعني اذا وحده شعراتها شاتان او مش غامقين، يعني ممكن يكون لون الشعره كمان تفرق؟ صح طبيعي اكيد. هلا هي كل حدا حسب شو لون شعرتها. نعم. حواجبها اكيد. نعم. مش تشتغلي على هيدا الموضوع؟ اي طبعا، الا اذا هي حابه تغير ب كل الناس اليانا بيلبق لها الحواجب العريضه؟ لا مش كل الناس، حسب كل حدا كيف شكل عينها، كيف
فورمة وجهها، شكل خدودها، منخارها، كله بيلحق بعضه يعني. طبعا كله بيأثر. وبتقتنع اجمالا معك اذا قلتي لها انه ما بيلبق لك هيك بفضل تروحي او بيعذبوك عاده نحن الستات اجمالا؟ هلا كل ست بتكون حابه شيء معين لها. انا اللي علي اعمله بجرب قد ما في اني اقنعها بالشيء اللي هو بيلبق لها. طبعا لانه اليوم ما فينا نقلد حدا بشكل معين، كل حدا في شيء معين بخليه يبين كثير حلو. بفضل انا نتبع على طول الشيء اللي بجمل الست، مش اللي بخليها تعمل مثل حدا او مثل. هلا عم نشوفك عم تعملي العيون. نعم. شغله بتعرفي بس هلا نحن عم نشوف انه هينه، بس يمكن نحن بالبيت هين كمان لقلنا اليان انه نعملها. هلا طبعا منا شغله صعبه، هي الوحده بس بهم تعرف هي شو بيلبق لها. يعني اكيد واكيد هون كخبير التجميل ممكن انت تساعديها لنقدر نعرف انه بيلبق لها الغامق على عيون اكثر او بيلبق لها الالوان. في منهم بحبوا يحطوا زهر ازرق اخضر، يعني كل واحد حسب كمان شو ستيله له. كل وحده حسب شو لون بشرتها، شو لون وجهها، لون عيونها، يعني كيف حسب لون شعرها كمان بنختار الالوان اللي بنحطها على عيونها. هلا مش بس نحن عم نشوفك هون لايف قدامنا، كمان عم نشوف مجموعه من الصور يلي بتحمل توقيعك اليان خوري وعم تقطع تباعا على الشاشه. عم نشوف عده موديلات ميك اب، كل وجه اكيد بيفرق عن الثاني وكل وجه بيلبق له ميك اب مختلف. بس كانه صاروا بيعتمدوا اكثر اليان، يعني خاصه الصبايا عم بيروحوا اكثر على القصص الناتشورال الترابيه اكثر، الالوان الهاديه اذا فيني اقول. اخر فتره صرنا كثير عم نميل للاشياء الطبيعيه حتى بالميك اب. مش بس بالحواجز. بتحسي انه اوقات كان بفتره من الفترات قوه الميك اب عم تاكل من جمال المراه. نعم. يعني افضل انه وحده تكون قد ما تكون طبيعيه قد ما اكيد احسن لها. بس هلا بيختلف هيدا الشيء بحسب كل وجه. في ناس ما بيلبق لها الميك اب خفيف، في ناس بيلبق لها الميك اب القوي. يعني مثل مين عم نحكي؟ يعني اي انواع بشره؟ يعني البشره السمراء هيك اللي عندها جمال عربي مثلا، هيدي شو الناس اللي عندهم جمال عربي هن الناس اللي بيلبق لهم الميك اب القوي. هلا بتحسي في ناس وجهها شوي شكلهم اوروبي ما كثير عربي، هودي الناس ما بيلبق لهم ميك اب القوي. بالعكس وقت اللي بتخفف بتعطي جمال اكثر لوجه. وكمان اليان ممكن نخبي شويه عيوب من خلال الميك اب، يعني بتعرفي اوقات يمكن في هيك شغله بالوجه ما بدنا اياها تبين، او الخدود بدنا نعلمهم اكثر ليكونوا بارزين، او الشفاف حتى بدنا نكبرهم، يعني هل هذا الشيء الميك اب؟ طبعا كل وجه يعني منفتح محلات، منغمق محلات على المنخار على الخدود، حتى شفاف اوقات بنبرزهم بطريقه، في مطارح بتبين اكثر من مطارح. يعني المات حتى بيفرق عن اللميع اذا عم نحكي عن. طبعا طبعا. هلا هون اليان شفتك غمقتي شوي من فوق وفتحتي شوي فوق العين دغري، حتى بعدك عم بتفتحي هلا شوي يعني على الجفن الاسفل. هيدي التكنيك كرمال شو؟ هيدي يعني هوني بتبين العين مسحوبة أكثر. أوكي. هلا مش بس عم بفيد المشاهدين، عم بستفيد أنا كمان لأنه بالميك اب أنا شغلة. بحس حالي عم بتلبك أنا، كل ما بدي أفتح أغراضي وحط ميك اب وحمرة بفضل يلا، بس بتعرفي لا يمكن هيك أفضل، لازم الواحد يحس حاله دايما نشط وحيوي مع المكياج. لانه اليوم الست وقت اللي بتظهر من بيتها بتحس اذا حاطه ميك اب ما بتبين صفرة. صحيح صحيح. بعد شي حوالي دقيقتين اليان لنشوف. هلا رح نركز شوي على الايلاينر. نعم. السنه كثير دارج الايلاينر. نعم. الايلاينر المسحوب او اللي بيخلص مع مسحوب مع العين. حسب شكل العين. يعني في ناس بيلبق لها مسحوب، في ناس بيلبق لها ما يكون مسحوب كثير، بيخلص مع شكل العين. وبيلبق لكل العيون الملونه السوداء البنيه. اكيد لكل هلا كل عين وفي لون ايلاينر معين، مش على طول الاسود يعني بيلبق بنستعمله لكل العيون. في ايلاينر بني، في ايلاينر زيتي، يعني ودارج يكون عريض الايلاينر او السنه دارج يكون عريض. عم نلاحظ كثير دارج مش شوي. هلا عم شوفك عم تسحبيه من اول العين لاخرها. صحيح.
مركزه على ميك اب نهار ما رح نتخنق اكيد هيدا الميك اب يلي ست فيها تظهر فيه ان كان على شغلها ان كان اذا عندها مناسبات اجتماعيه خلال النهار صح بس فيها تعلي الايلاينر تسحبه مع العين مزبوط طبعا بس بطريقه هو بيعطي هيك سحبه بيعطي جمال انت عين لإليان كمان لا صح مزبوط انت كمان هلا انتبهت عم نشوف هون عم تحط اللون الاسود اعتمدت اللون الاسود مع هيدا الميك اب نعم اجمالا فوق العين ببعده الستات عن الامبريا اللي بيكون فيه لمعه هاتك انت بتشجعيه لهيدا ال مش بكل الاوقات حسب الست قد ايه بيلبق لها في ناس ما بيلبق لها اللي فيه لمعه مثلا هون عم نشوف كريستال بيلبق لها لانه سمراء انا بلاقي بيعطي اكلاء للوجه اللمعه بتعطي اكلاء للوجه عم نشوف كريستال مع الايلاينر هلا الايلاينر لازم يكون بس من فوق اليان لانه اوقات بتعرفي في ناس بتحط من تحت وبتجرب توصلهم اوقات كثير بيطلع كثير حلو من تحت حسب كل عين شكلها انا بالنسبه لي بحب كمان الايلاينر من تحت بتحبيه نعم بتحسي انه بيفتح العين اكثر صح. كمان بيعطي مدى اقل من دقيقه هون عم بتكفي ميك اب العين نعطي شوية رفلي تما تبين ناشفة من تحت ومنكملها بهالطريقة هلا رح نخليك تكفي يعني مش معقول نقطش لها مكياجها لكريستال ونحن رح نبقى معك بعتقد بعد في بلاش لانه اوريدي الفوندر تاعها محطوط بلاش وحمرة صح وماسكارا وماسكارا بعد شيل ماسكارا شو لازم نعتمد ماسكارا دائما في ناس بتقول بدنا اياها اللي بتطول الرموش لا اللي بتتخن الرموش لا اللي بتعطيهم هيك عباوه للوجه فهيدا موضوع هي اجمل شيء انا بلاقي اللي بتعطي كثافه انت شو عم تستعملي؟ بتغني لا اللي بتعطي كثافه اللي بتعطي كثافه شوي هيدي بتغني عن الطول اللي يعني بتغني عن انه تعطيهم مدى لفوق العين هي حسب الطريقه يلي بينحط فيها كمان الماسكارا ليش في ناس بتجمع حواجبهم على الماسكارا يعني بتحسيهم مجبلين او بيكونوا بكثروا كثير يعني مرة فوق مرة هيدا الشيء بيخليهم يلزقوا على بعض ويجبلوا إذا لازم يحطوا شيء قليل بس ليعطوا إيه يعني لازم الدال كمان يشتغلوها بسرعة ما تكون كتير على بطيئة الشغلة لما تلزق على بعضها إذا مكياج عن جد ناعم خرج نهار وما اخذ كثير وقت لانه دائما نحن بنفكر انه هيدا الموضوع بلبكنا او بنقول يلا مستعجلين مش ضروري هلا نظبط حالنا بس 5 دقائق او 10 دقائق بيزايد على وقتنا ممكن نطلع اكثر كلنا حياه وكلنا حيويه ونقدر نكفي نهارنا مثل ما كريستال رح تعمل هلا بعد في البلاش رح احط لها شوي بلاش اجمالا لما نعمل هيك ميك اب ناعم الحمرة كيف اليان بتنصحينا انها تكون؟ بنستعمل الوان شوي فاتحه بالنسبه للنهار ناتشورال نيود يعني ناتشورال نيود شوي اوكي حتى نروح اكثر على المات كمان مات الشيء اللي بيكون عم بيلمع اجمالا نلميها للسهرات لا مزبوط اكثر للسهرات حتى البلاش اللي اعتمدتيه لون ترابي اكيد برجع بقول يعني حسب البشره شو بيلبق لها مش ما في شيء معين يلا رح نشوف اخر تاتش لإليان ما حطيت كونتور ما يبين قوي كثير حمرا سادة بلا الكونتور لون طبيعي لون هيك زهر فاتح ممكن تعتمدوا السيدة خلال ايامها العادية العملية حتى بدون كونتور يعني شغلة كتير سهلة انه نحطهم وشي رح نشوف هلأ كريستال كيف طلعت عم نشوف اذا كريستال من بعد ما انهت اليان خوري لمساتها عليها
إليان هيك آخر آخر كلمة هيك شو بتحبي نصيحة صغيرة؟ نصيحة بحب أقول لكل ست خليكي طبيعية وأهم شيء حب حالك. بس حب حالك كل الناس بتحبك تشوفك حلوة. أكيد هيدا شيء أصلاً نابع من جوا وكل ما كنا حلوين كل ما عطينا إنرجي بوزيتيف لكل الناس اللي حوالينا. رح ننتقل لنشوف ريبورتاج عن الممثلة العالمية أنجلينا جولي يلي حصلت على أوسكار فخرية عن مجمل أعمالها الإنسانية. في حفل ضخم خاص بجوائز الأوسكار الإنسانية حضره عدد كبير من المشاهير منهم توم هانكس، إما تومسون، هاريسون فورد، ماثيو ماكونهي، جينيفر غارنر وآخرون. تألقت أنجلينا جولي التي حضرت برفقة حبيبها براد بيت وابنهما مادوكس. جولي كرمت عن مجمل أعمالها الإنسانية وقد تسلمت الجائزة من جورج لوكس وجينا رولاندز، في حين تساءل الأول كيف تجد أنجلينا جولي الوقت للقيام بكل ما تقوم به، فهي تشارك في أفلام كثيرة كتابة وإخراجا وتمثيلا ولها عائلة كبيرة حوالي 20 شخصا وفق الحصيلة الأخيرة، وعليها أن تبقي البسمة على وجه براد بيت أيضا. أما أنجلينا فلم تنجح بأن تخفي تأثرها بالتكريم، لكنها لم تبكي كما وعدت ابنها مادوكس كي لا تحرجه، مستذكرة والدتها الراحلة قائلة أعطتني الكثير من الحب والثقة بالنفس، لكنها أكدت لي أنا لا قيمة لشيء إن لم تكن حياتي مفيدة للآخرين. And to stand here today means that I did as she asked, and if she were alive, she'd be very proud. So thank you for that. بعتقد كل الناس بتحب أنجلينا جولي كان هي ومبسوطة وإن كان هي وزعلانة، وألف مبروك لها هالأوسكار الفخرية. بننتقل لمنسق الأزهار، يعني أنا دايما بحس في هيك جو حلو وفي حياة وفي خضار وفي ألوان منعشة كل ما بيكون موجود ضيفنا جورج شحادة ببيروت. أهلا وسهلا فيك. بونجور، كيفكن؟ كيفك اليوم؟ الحمد لله صفا. شايفة حدك هيك بلانت خضرة، أنا دايما بشوفها يعني موجودة بعتقد عند أغلبية الناس. صحيح. صح أو لا؟ هيدا البلانت اللي عم نشوفها قدامنا هي بسموه عنا بلبنان لكي بامبو. لكي بامبو، ايه هي نحن المحظوظين يعني. هي بلانت موجوده باغلب البيوت بلبنان، هي ما اسمها لكي بامبو، هي اسمها دراسينا ساندريانا. نعم. هيدي من وين اصلا؟ هيدي البلانت في كثير بيفكروا انه هي بتجي من الفار ايست. هي منا من الفار ايست، هي من افريكا. انا حبيت اسمها، شو اسمها؟ هي ساندريانا. ايه ساندريانا. حلو. في كتير بيفكروا انه هي بتجي من الفار ايست، هي بتجي من افريكا حقيقه. أفريقيا. نعم. وهذه البلانت اللي عم نشوفها هي اندور بلانت، يعني بتنحط بالبيت جوا. منا بحاجه لشمس جورج؟ لا ابدا، ما بيسوى ابدا حتى بالشمس، لانه الشمس الديركت عليها بتحرقها وبتخلي ورائها يصيروا صفر. لازم تنحط بحرارة بين 15 و25 درجة. قدي بتعيش؟ بتعيش كتير البلانت هذي، يعني شتلة بتعيش كتير. تكبر أو هيك بس؟ بتكبر ماكسيموم بيوصل طولها للمتر ونص تقريبا. وبيوصل وراقة يلي الوراق تبعولها بيوصلوا بين 15 و25 سنتي، أنتر 15-25 سنتي. يعني عم بتخيل شكلها هيك على كبير، كتير حلوة، بتطلع حلوة كتير بالبيت، يعني بتزين البيت. بتزين البيت، وحقيقة يعني أغلبية البيوت بتروح عليهم بتلاقي إنه فيها البلانت، لأنه بيعتبروها عنا إنه بتجيب الحظ. صعب الاهتمام فيها جورج؟ ابدا يعني مش صعب الاهتمام فيها. هي البلانت هيدي بتنزرع بمحلين، يعني فينا نحطها ببو مثل ما انا حطيتها هلا، وفيها تنحط بقزاز. زيز. لانه هي اللاكي بامبو بتعمل شلوش. اوكي. امرار كثير بيجيبوها العالم بيشيلوا البلانت بحطوها بفاز بحطوا له مي. نعم. وبيتركوا الشلوش تبعولها بقلب الفيز. هلا ولما تكبر شو بيصير؟ هلا هي بتكبر لانه شلوشها بيكبروا وبتكبر بقلب الفاز. اوكي. بس مفروض انه كل جمعتين نغير المي تبع الفاز. بس هيدي شغله هينه او منا كثير محببه، لانه بتعرفي لما يكون مي ضل جمعتين بقلب البيت بيعمل ميكروبات، بيعمل معقول كمان يعمل ريحه او بيعمل ريحه يعني، لانه بتعفن المي. اذا حطيتيها على البلكون بمحل في بيمشي الحال. اها، يعني ممكن نحطها او بداخل البيت او تنحط على البلكون، بس المهم ابدا الشمس ما تقرب لها. ابدا شمس، وبتحب كثير الضوء، كثير بتحب الضوء. والحلو فيها هيدي البلانت انه في علم اسمه فانكشو، هذا تشاينيز. صحيح. هو فانكشو يعني مي وهواء.
بيقول انه هيدي البلانت لما يكون عليها ريبن احمر، ريبن احمر معناتها بتجيب الطاقه على البيت. انا عم شوف هلا هيك، بس فيها ريبن هون، هون ريبن لونه ذهبي. لما يكون الريبن احمر معناتها بتجيب الطاقه على البيت. هيدي بالعلم تبعهم يعني. وفي كمان شغله مهضومه كثير فيها، انه لما تهدي حدا لكي بامبو، لما تهدي ثلاثه بامبو، ثلاثه تيج يعني، معناتها بتتمني له السعاده. لا هيدي مش بس نبته هيك لتعطي حياه، هيدي نبته عندها كمان عالمها الخاص يلي نحن اذا عشنا فيه بنكون عن جد محظوظين. ايه عندها عالمها الخاص وكثير مرغوبه عالميا، كثير حلوه، مشان هيك اليوم هيك حبيت جيبها لنحكي عنها. لكفيلك بعد كفيلي. اذا قدمتي كادو خمسه تيج معناتها انه انت بتتمني له يصير غني، يصير معه مصاري. بليز جورج، بليز جورج، انا بدي منك خمسه. كثير حلوين هدول. واذا بعتي مثلا رايحه على الاوبيتال، رايحه عند حدا، بتاخذي له سته بامبو، معناتها بتتمني له الصحه، تصير صحته منيحه. وبس اوعى شي مره تروحي عند حدا وتاخذي له اربعه بامبو، لانه الاربع بامبو كمان بلغتهم هن يعني لفظه كيف مثلا اربعه. بالتشاينيز معناتها ديث، معناتها موت. اوكي. مشان هيك هن لما يروحوا عند حدا ما بياخذوا له اربع بامبو. اوكي. يعني ما بعرف هيدي القصص جورج اقول لك قد ايه بتطبق مزبوط على الارض يعني. نحن بنسمعها وهيك بنتاثر فيها، بس معقول يكون هيك كشعب كثير ملتزم يعني. بتعرفي تشاينا كثير شعب بيشتغل وكثير ملتزم يعني. صحيح. من كل النواحي كثير بهمهم هالتقاليد وبيلتزموا فيها. نحن بنتسلى يعني، بناخذهم هيك، بناخذ كادو. بس لا كثير حلوه معانيها يعني عن جد، اذا الواحد بيعرف بالمعاني تبعها يمكن بيتفائل. بتعرفي القصص نفسيه جورج اكثر كمان، بيكون هيك عم بفكر انه هيدا خلص بدها تجيب لي الحظ على البيت. تذكري ثلاثه يعني سعاده، واربعه يعني، وخمسه يعني ماني. كله الا الاربعه. جورج كمان يعني كانه عم تقول انه فينا ناخذها بكل المناسبات، اذا حدا مولد بالمستشفى ممكن ياخذ هيدا الشيء، اذا حدا رايح على بيت جديد كمان بنكون عم نعطيه حظ. صحيح. انا لما يكون رايح زياره بفضل انه حدا ياخذ معه بلانت، لانه البلانت بتضل عند الشخص عنده بالبيت. بيهتم فيها، بتضل ذكرى منك لإله، مش انه اذا اخذتي بوكيه زهور بالتاني يوم ثالث يوم بدها تنكب. صحيح. بلانت شيء بضل يذكرك فيك وانه انت جيتي لعنده وعملتي له زياره. شيء حلو يعني، خاصة انك عم تقول انه من البلانتات يلي بتعيش يعني. بتعيش كثير. بلانت ما عندها عمر معين ابدا، ما عندها عمر، وكثير هين الاهتمام فيها. اوكي. كثير هين، بس مثلا مرتين ثلاثة بالجمعة بتحطوا لها شوية مي، بصيروا واحد يحط اصبعه بالتراب، طالما عم بلاقيه بعده رطي بالتراب معناتها انه هي ما بدها مي. في دواء معين؟ اوقات بسمع انه في بلانت بحاجة ل يمكن حبوب معينة، لأدوية معينة تنحط بالتربة او تنحط بالمي. هل كل شيء بلانت بمبو؟ كل شيء بلانت انتريور، كل شيء داخلي بده فيتامينات، بده فيتامينز. وكل شيء انت بتزرعيه بجنينه هو من التراب بياخذ الغذاء تبعه، ومن الشتاء بياخذ الغذاء. بس كثير حلو البيت يكون فيه شتل اخضر، بتفوتي على البيت ترتاح نفسيتك، بتلاقي خضار. حقيقه عالم الورد وعالم الشتول عالم رائع. صحيح. جورج اكيد عندك لكي بامبو بالبيت. اكيد انت. اكيد عندي اربع خمسه. اوقات بسمع انه خاصه انه انت منسق، دونك انت فيك تفيدني اكثر، انه هيدي بيلبق لها هيدي البلانت، هيدي حلوه تنحط حد هيدي البلانت، يعني لكي بامبو شو بيلبق لها هيك اذا بدنا نعمل ارانجمون بالبيت؟ اذا بدك تعملي لكي بامبو، هو اللكي بامبو في منه قياسات، يعني كثير حلو تعملي منها جروب. يعني كبير اصغر، بتعملي منها جروب لكي بامبو، وكثير حلو تحطي حده كاكتوس. الكاكتوس كثير بيلبق مع اللاكي بامبو، لانه كاكتوس اتس ديزرت فلاور، يعني هذيك اتس فار ايست فلاورز. كثير حلو الكومبينيشن بيناتهم. لكل بيت بتلبق يعني. بتعرف في بيوت اوقات مثلا المره بتصير تقول يا عمي وبلا ما اتلبك انا هلا وفوت هالبلانت على البيت، بس تلبكني زياده، خاصه اذا ما في مطرح كثير، الا ما يكون يعني بكل بيت بضل في مطرح لهيك انواع يعني. المره بتقعد تعمل طبخه بتقعد خمس ساعات على الطبخه ما تذكرني. اللاكي بامبو ولا حيلا بلانت بالبيت ما بتاخذ من وقت اكثر من دقيقه، على بكره تحط لها شويه مي مرتين بالجمعه. صدقيني ما في احلى منها. نحن اللبنانيين بنحب نشرب قهوه على بكره، في احلى منها تشرب فنجان قهوه، في حدك بلانت خضراء، في حدك زهره. شيء بيريح وشيء حلو يعني فعلا، انه هيك بتحس الحياه رايقه مع البلانت بالبيت. رايقه.
عالم عالم الخضار عالم. يعني كل ما بتطلع فيك بقول انه فعلا انه انت منسق ازهار لانه عم تحكي عنهم بشغف حقيقه عم تحكي عنهم بحب كانه هول اولادك يعني كثير بحب الشتل والزهور يعني انا اكثر شيء بنعمل ويدنجز احنا يعني فلاورز فور ويدنجز انا كل عرس بنسقه وبحضره للعروس صدقيني كانه عرسي بعمله بس بسمع اوقات جورج انه مش كل بلانت مفيده للاولاد بالبيت يعني هيدي شغله كثير مهمه منيح قلتي لي عنها لانه انا مقيده عندي نوت اللاكي بامبو مش منيحه للحيوانات باتس يعني اذا عندك كلب ولا بسيني بالبيت ما بيسوى يقرب عليها لانه بتسممه اف ايه يعني مش منيحه للحيوان ابدا اللاكي بامبو للاولاد ما في مشكل ما بتاثر عليهم لا بس للحيوان للباتس يعني الحيوان يلي بالبيت ما بتسوى حيوان الاليف يعني الأليف. كل حيوان اليف موجود بالبيت ما بيقدر يقرب على هيدا النوع اللي هو اللاكي بامبو وبكره بس بدك لك بامبو حلوه قولي لي قد ايه بدك تجيب لي 5 الغنى الغنى بدي اجيب لك اياه هون 3 ثانك يو لك اهلا وسهلا فيك جورج شحاده وشكرا على هاللاكي بامبو عن جد ان شاء الله بتجيب الحظ لكل الناس اللي بحطوها عندهم ان شاء الله ميرسي بوكو اهلا وسهلا فيك مشاهدينا رح توقف مع فاصل اعلاني وبنرجع لنتابع فقرات برنامج ببيروت عودة لمتابعة ببيروت بعد 3 أيام بيحتفل لبنان بعيده الوطني وبهالمناسبة حبينا بفقرتنا التالية نعيش هالعيد من خلال التربية والمشورة الاجتماعية مع ضيفتنا نادية بدران أهلا وسهلا فيك نادية أهلا فيكم كيفك؟ الحمد لله نادية كيف فينا نعرف بالاستقلال؟ قبل ما ندخل للموضوع حبيت بس أقول كلمة تعزية صغيرة أكيد. على الانفجار يلي صار اليوم إن شاء الله تكون أرواح كل الناس اللي توفت بالسما ومنأسف إنه هالشي عم بيصير وخاصة جايين نحكي عن موضوع بالمبدأ مش لازم يكون في عنا هيك نوع ظروف عم نقطع فيه بعتذر قطشتك عن السؤال لا بس بالعكس بس كان مهم انه نحكي أكيد. هالكلمة قبل ما نبلش الاستقلال وقتها ما نعرف فيه منقول انه وقتها واحد بيحصل على الحكم الذاتي له نعم. وبكون هالحكم الذاتي متحرر من اي سلطة او من اي قوة خارجية مشان هيك وقتها بنحكي عن مفهوم الاستقلال بنستعمل كتير من المصطلحات او بيخطر عبالنا كتير من الألفاظ أو المصطلحات بنحكي عن حرية بنحكي عن التعبير الحر بنحكي عن الاحترام عن اتخاذ القرار عن الواحد ياخد الحق تقرير المصير وكلهم هيدول جزء الكرامة وكلهم هيدول جزء كتير كبير من حقوق الإنسان ويلي هي موجودة بشرعة الأمم المتحدة طب الأجيال الصاعدة يعني يلي بتوعى يمكن على حكم منه عايش هالسيادة أو هالحرية يلي عم تحكي عنهم هالجيل كيف يعني يستفز لما منقله ما نحن عم نحتفل بعيد الاستقلال أكيد. هيدا الشيء بيستفزه هون نحن كيف بدنا نوصل الرسالة أو نوصل هالمعنى الصحيح للعيد بدون ما نخلي هالشباب دايما عندها هيك من جوا غليان أنه ترجع هي تعيش مثل ما بدها بحريتها ألا بسيادتها ألا وكلمتها ألا أكيد يعني وقتها بنحكي عن الاستقلال الاستقلال هي مش كلمة أو عبارة أو يمكن احتفال بنعمله هو أوكي بينعمل احتفال لذكرى صحيح. يمكن نتذكر ونتعلم من التاريخ اللي ماضي لحتى نبني مستقبلنا بطريقه مختلفه اليوم مزبوط يعني كثير الشباب اليوم وقت ما نقول لهم استقلال اي استقلال عن شو عم نحكي ومش بس عم نحكي عن لبنان يمكن اليوم ثاقبت قبل يومين من العيد الوطني بلبنان بس كمان في غير دول عربيه ونحن بنعرف اليوم كيف المنطقه كلها عنا عم تغلي عم تعيش تخبيط يعني والشباب كلهم عم يسعوا يمكن يعملوا اي تغيير ببلدهم واوقات ما عم يقدروا عم بيكون في كثير ضغوطات يمكن وسلطات خارجيه صحيح. عم بتاثر على قراراتهم من هون اكيد شعور بهالشعور الخوف يمكن من المستقبل وعدم التصديق انه هل انا يا ترى مزبوط عم عيش هالاستقلال من هون كتير مهم يمكن نحن كتربويين يمكن وكاشخاص بنشتغل بالعمل الاجتماعي كتير مهم يعني دائما نتحدث بهذا الموضوع مع الشباب نخليهم هن يشوفوا هن شو بالنسبه لهم معنى هالاستقلال لانه هالمعنى بنعيشه بيومياتنا كمان بنعيشه بالجامعه بنعيشه بالمدرسه بنعيشه مع رفقاتنا بنعيشه مع جيراننا بقلب البيت بنعيشه وقتها من
منعبر عن حريتنا عن آرائنا، منعيشه وقتها منحترم الآخر المختلف عنا، منحترم معتقداتنا، مندافع عنا، مندافع عن قيمنا عن ثقافتنا. هيدا هو معنى الاستقلال، وهيك بنكون عم نعبر عن مواطنيتنا. يعني كان مثل ما كمان يعني لأنه المواطن الصالح يلي هو له حقوق وله واجبات، مش دائما بدنا ننتظر الدولة أو المجتمع شو بدي أقدمنا. يعني هي هيدي العملية اللي عم تحكي عنها نادية، هيدي بتبلش من الصغر، يعني من البيت، من مواكبة الأهل لأولاده، من المدرسة، من الجامعة. يعني عم نحكي عن استقلال وحرية الفرد، يعني لنبلش من هون. أكيد. والحرية وقتها بنحكي عن مفهوم الحرية، الحرية أو التحرر، وحرية في كتير أنواع، في حرية التعبير، في حرية إعطاء الرأي، في الحرية الشخصية يلي أنا ما بحب حدا يتدخل بخصوصيتي، بس كمان أنا ما بتدخل بخصوصية الآخرين، في الحرية المدنية يلي القانون موجود حتى يحمي لي إياها، في الحرية السياسية إنه أنا لي حق إني أعبر، إني أنتمي لمجموعات، لجامعات معينة، أعبر عن رأيي. بس أكيد وقتها الحرية كلنا بنعرف إنه حريتي بتخلص وقتها بتبلش حرية الآخرين. أكيد الحرية هي جزء كتير أساسية يمكن ومرتبطة متصلة مباشرة بمفهوم الاستقلال. نادي إذا بدنا نحكي، طب مين هو المواطن؟ أي حلو كتير. المواطن مش يلي بيحمل هوية البلد أو ما بيحمل جنسية البلد. المواطن هو الشخص يلي بيشعر بالانتماء للبلد يلي هو فيه، وهو يلي بيحترم البلد يلي هو موجود فيه. والمواطن ما ببلش مواطن وقت يصير عمره 18 سنة أو 20 ببعض الدول مثل عنا، ما بيقدروا الأشخاص ينتخبوا قبل عمر 20 سنة. ما بحس الشاب أو الصبية أنه أنا مواطنة، بس أنا مواطنة بقدر أكون مواطنة حتى وما كان عندي بعد حق الانتخاب، لأنه المواطنية أبعد بكتير. يعني المواطن هو الشخص يلي بدافع عن قيمه، عن معتقداته مثل ما قلنا، عن ثقافته. هو المواطن يلي بدافع عن بلده، وهو يلي ببلش بقلب العيلة يدافع عن عيلته وعن الحي يلي هو عايش فيه، وبحافظ عليه، بحافظ على مكوناته، بحافظ على البيئة، على الشجرة يلي حد البيت، بحافظ على جاري، بحافظ على نفسي بالأول، تبلش على المستوى الشخصي، بحافظ على نفسي، بتعلم، بحترم القوانين، نمي شخصيتي، بحترم القوانين، بحترم رفقاتي بالمدرسة، ما بكسر، ما بخرب، كل هيدول هون بكون أنا مواطن صالح. طب قديش في مواطنية؟ يعني قديش كل مواطن عم بيعيش هيك الاندفاع لوطنه وحبه لوطنه، وقديش عن جد عم بيكون فيه هالغيرة وهالمواطنية انه انا من هالمطرح بنتمي لهالبيئة، قديش عم بتكون موجودة؟ لأن اوقات عم نشوفهم عم بيكونوا لا ما بدي اكون هون، ليه انا خلقت هون، ليش جبتوني هون، ليه عم عيش هون، انا بدي اروح على غير مطرح. اكيد. ويمكن نحن بنفهم هالشيء لانه وقت واحد، يعني اهم شيء بالاساس انه واحد يكون مأمن له حاجاته الاساسيه، يعني الاكل والشرب والملبس والمأوى والامان. هيدا الشعور وقت بكون هالحاجات الاساسيه مأمنت له، بيترقى واحد بشعوره على المستوى الشخصي، بيوصل لوقت بحس بالامان وبالانتماء وبالحب، وببل وتيوصل تيترقى بالأخير ويحس أنه أنا موجود وأنا عم أعبر عن وجودي. بقى كمان المواطن هو بده يشعر بالانتماء، واذا ما بيشعر بالانتماء اذا ما امن له حاجات الاساسيه. مشان هيك اليوم بنشوف يمكن بمجتمعاتنا كلنا العربيه الشباب دائما عندهم مطالب، لانه بحسوا باوقات كثير صرختهم ما عم بتوصل لمطرح، ويمكن عندهم كثير متطلبات حياتيه يوميه، ما عم بحسوا انه بلدهم هو على مستوى هالطلبات بالذات او عم يقدر يحقق لهم اياها. مشان هيك اوقات كثير ما بحسوا بهذا الانتماء، وبشوفوا انه لا يمكن أنا أقدر أعيش هالمواطنة عندي بأي بلد آخر، يحترمني أنا كإنسان، بأمن لي الأمان، بأمن لي هالسلامة يلي بقدر أنا أعيش فيها وأقدر أنتج فيها. يعني هون عملية تبادل، يعني بطل إنه أنا بدي أكون منتمي بالمقابل ما في شيء لازم ينعطالي، يعني هون مثل بالانس، لازم أنا أعطي وكمان هالدولة اللي أنا موجودة فيها هي تقدم لي. أكيد. لأنه وقتها بنحكي عن الحريات أو عن المواطنية وقتها بنعيشها بيومياتنا، هي حقوق وفي واجبات. صحيح. يعني مثل ما في مسؤوليات على مثل المواطن بكل شيء. ايه في واجبات يمكن من الستراكشر او من الدولة او من المكان يلي هو عايش فيه انها تأمن له، اذا ما كانت مأمنة هو ما بيقدر يعيش ويعبر عن هالمواطنية. طب نادية، من خلال التربية كيف ممكن نعزز شعور الانتماء؟
أكيد. أول شيء قلنا من خلال البيت، من خلال البيت ما بكون الولد عمره 3 سنين وقتها بعلمه أنه يحترم نفسه، يحترم شخصه، يسعى يطور قدراته، يحترم البيت اللي هو عايش فيها، يحترم تربية أهله وسقفتهم والأفكار يلي عم يحكوا فيها. بس عم نخلي شخصيتهم قوية، أوقات عم يتمردوا علينا. التمرد هو تعبير شغلة حلوة أول يعني. حاجة للتعبير عن شيء هن بيعتبروا أنه من حقهم يعملوه، فإذا كان من حقهم يمكن مش حلو التمرد بس حلو الحزم اكثر، انه يتعلموا يكونوا حازمين ويعبروا باطار دائما بتعرفي بده يعبر عن شخصيته أكيد. يعني ومهم هيدا الشيء. وبعدين وقتها بيوصل على المدرسه، اكيد المدرسه بالكادر التربوي الموجود يعني من اساتذه معلمين ومن اطار عام مدرسه او حتى كتب تربيه مدنيه ونوع الانشطه يلي بتصير بقلب المدرسه ممكن تكون هيدي الانشطه انها تساعد هالولد انه يعيش خبرات معينه يقدر يتقرب من بلده ويحبه أكثر ويحب مناطق معينة، مجتمعات معينة، لغة معينة بالبلد، تنوصل أكيد للجامعة وقتها بيكبر بتصير. على كل حال ناديه يعني هو مثل سيكل هيدي طريقة حياة بدنا نعيشها من الصغار لنوصل نكون عن جد مستقلين ومنستحق يكون عنا الاستقلال المطلوب. أهلا وسهلا فيك، شكرا لك. ميرسي. شكرا. إذا مشاهدي برنامج ببيروت رح نتوقف مع فاصل جديد وبنرجع لضيوف جديد. ورق جدران ماركو بولو الأصلي موجود فقط لدى سيدار. من المعروف أن المرأة عندها حاسة سادسة تجاه الخيانة. طارق شخص كتير حساس وما رح خليك تلعبي فيه. الحب ما بيجي بإلهادتنا. عن جد فيه شيء غريب، ما بيشبه حدا. أحياناً صدفة صغيرة بتغير لنا مجرى حياتنا كلها. هلا اتحقق فرصة عمري. صبايا يومياً الساعة 9 المساء على الـ LBC. من أهم الأشياء يعني شكل من أشكال الرفاهية النفسية هي حسن النية تجاه الآخرين تجاه الأحداث. أنا كثير بحب الفن وبحب الموسيقى، يعني هي أجمل شيء بالنسبة إلي. هلا باللي يراضيني. ناس بتقول إنها محظوظة وبتخاف كثير من الحسد كونهم محظوظين بالحب والشغل والأولاد. ما تلعى صحيح ما كنت. سولا تنين الساعة 7 المساء على LBC. ورق جدران ماركو بولو الأصلي موجود فقط لدى سيدار. كل يلي حابين يهدوا هدية قيمة للي بحبون أو يتزينوا بقطعة من الذهب يتابعوا فقرتنا التالية ليتعرفوا على تصاميم رومانيل مع ضيفنا فادي مطر. مساء الخير. مساء الخير. كيفك فادي؟ بشكر الله ماشي الحال. رومانيل ابتكارات تحمل توقيع برازيلي. مزبوط. شو أبرز مميزاتها؟ يعني نحن إذا بدك نحن جولد بليت جولوري. يعني في شيء اسمه جولوري، في شيء اسمه اكسسوارز، نحن ان بتوين إذا بدك. نعم. بس منروح أكثر للصوب الجولوري، يعني كل بضاعتنا بتكون ملبسة 3 مرات بالذهب. 3 مرات يعني أي بس أي يعني إذا بدك بناخذ هيدي هي يعني هي بتقطع ب6 مراحل. أوكي. في عندك المعدن الأساسي اللي هو ليتون بيكون مخلوط زنك مع نحاس مشان هيك إيبو أليرجينيك ما بيعمل حساسية أول نقطة. نعم.
في أول مرحلة بيتغطس بنحاس، بيرجع كمان مرة بنحاس، بيرجع مرتين بالذهب عيار 18، وآخر طبقة بتكون ذهب عيار 22. أوكي. مشان هيك بتضاين لوقت طويل وما بتعمل حساسية، وبتبين بتعطي الأسبية كأنها ذهب 100%. يعني هلأ على كل حال عم شوف قدامك فادي مجموعة كتير كبيرة من الابتكارات، بس إنه ليه البرازيل؟ يعني شو اللي عجبك؟ هل لقيت في شيء مميز مش موجود هون؟ أو أنت كنت عم تفتش على شيء معين تحديداً لقيته بهالموديلات؟ يعني بالحقيقة هني بالبرازيل كتير شاطرين بهالبرودكت، بهالدومين هيدا. يعني بتشوفي في مناطق، مثلا في منطقة اسمها ليميرا، بس بيشتغلوا جولد بليتد، يعني بس بتشوفي ذهب، يعني كل شغلتهم، وبياخدوا كل تصاميم تلياني إيطاليانية لحتى وبينفذوها على بالبرازيل. يعني انتوا وين، بأي ولاية؟ بسان باولو. سان باولو. سان باولو. طيب قدي بتشددوا على نوعية الابتكارات؟ يعني نحن أول شيء بنشتغل سيستم شغلنا بيكون الفان ديريكت، يعني البيع المباشر من الشركة للمستهلك دغري. إذا كان هالبرودكت مش مزبوط يعني ما بنقدر نستمر لوقت طويل. نعم. ونشكر الله يعني صار للشركة مؤسسة بالبرازيل 28 سنة ونحن صرنا بلبنان شي 14 سنة، ونشكر الله ما عندنا مشاكل أبدا. يعني خلال هال 14 سنة وقت طويل، ما فكرتوا انه يكون في عندكم صالة عرض لهالاشياء الحلوة يلي يعني الناس بضل هيك مش عارفة، خاصة إذا عبر الإنترنت أو عبر؟ عم تحكي مزبوط، بس هن بلاتين امريكا هالسيستم اللي اخدينه، نحن السيستم التسويق المباشر اخدينه من امريكا اللاتينية. هن بيشتغلوا هيك دور تو دور، ما فينا نفتح نحن صالات عرض وعندنا مندوباتنا هن كمان عم بيطلعوا عم بيبيعوا. يعني على القليل نقدر نحميهم لحتى هن يقدروا يبيعوا كمان وبيمثلونا مثل ما لازم. طيب خلينا نحكي لكن شو بتضم مجموعة رومانيل؟ اوكي، نحن اذا بدك في عنا 2 لاينز. نعم. في عنا الروديوم بليتد وفي عنا الجولد بليتد، يعني أوكي. اللي هي المجموعه اللي بتكون بتعطي على ذهب ابيض، والمجموعه الثانيه اللي بتعطي على ذهب اصفر. اوكي. بكل لاين في عنا 4 كاتيجوري، في عندك البندنت، في عندك التشين، في عندك بريسلت، في عندك رينج، وفي عندك انكلت. والحلق كمان نسيناها. ايه على كل حال عم نشوف هيك شوي من عندك الذهب الابيض، بس اليوم الناس صارت اكثر تتوجه على الاكسسوار لانه ارخص وبراتيك اكثر، خاصه هيك بنهارات العمليه بالشغل بتكون هي كمان مرتاحه وبراتيك بلبسها، فبتقول لك هلا تروح جيب مجوهرات رح تكلفني اغلى. مزبوط. يعني انتم كيف عم تقدروا تدمجوا بين الاثنين وتوفقوا طلبات كل الستات؟ مزبوط. تقلك شغله، نحن انا مثل ما قلت لك ببدايه حديثي انه نحن بنتجه اكثر للمجوهرات هلا كسعر، بس تشتري قطعه ذهب ونيجي لنبيعها بنخسر منها 30 ل 35% من قيمتها. هلا بس تشتري هالقطعه بيكون هالقطعه سعرها شيء 30% من قيمه الذهب، يعني ما خسرنا شيء. عم تاخذ قطعه بتعيش 10 او 15 سنه من دون خساره. واذا ضاعت منك ما بتاسفي عليها، اذا ضيعتيها ما بتاسفي عليها. مش هيك عم تاخذي كرابور كاليتي بري، عم تاخذي شيء كثير كثير منيح. أستاذ فادي، أنت خصيت كمان رواد بيروت سيتي سنتر بهديتين، رح نشوف مين هن المحظوظين يلي رح يربحوا هالكادو. أكيد هلأ الكاميرا عم تتوجه لعندهم بهالوقت. أوكي. شو الهديتين؟ إذا بدك في عنا كوليه مع برسلي. نعم. هيدا أول صبية. كادو، والكادو الثاني هو ألف برسلي. ألف مبروك من إلا. مبروك. ألف مبروك. أستاذ فادي، لمين بتتوجه ابتكارات رومانيل؟ وهل هي لكافة المناسبات؟ إذا بدك يعني بتعرفي في عنا كتير مناسبات. هلا أكتر شيء بنشتغل بالصيفية، لأنه أنت بتبين رقبتها للمرأة أو إيديها. نعم. أو بالصيفية لأنه بيكون موسم صيفي. وبلبنان في عنا كتير مناسبات، يعني إذا بتبلش من نويل لراس السنة للفالنتين لعيد المعلم للصيفية. صحيح. يعني على طول في عنا مناسبات وعلى طول منضل نقدر نعمل مناسبات لحتى نقدر نبيع. نعم، عم نشوف كمان المدام يلي حصلت على الهدية الثانية. صحيح، من رومانيل. كمان ألف مبروك لكل يلي ربحوا معنا. أكيد في موديلات كتير فادي عم نشوف، بس في موديلات بتبقى هيك الناس بترغبها أكتر من غيرها. شو بتقصدي ككلاسيكا موديلات؟ يعني مثلا في موديل معين بحس ايه الصبايا مثلا هيدا هو الموديل، يعني خاصه الاساور الرفيعه اللي هلا كثير دارجه. يعني هلا معي، يعني بس قالوا لي ما تعرض كل شيء. لا اكيد نحن بدنا نعرف منك، بس شو اكثر يعني شيء عم بلاقي رواج لكل الاذواق؟ الحقيقه بنتواجه لكل الاذواق، ان كان في عنا الاساور الكثير ناعمه مع موتيف واحد صغير هو اللي كثير دارجين هلا. صحيح.
في عنا الاشياء الثقيله حسب يعني لكل ذوق عم نتوجه عم نقدر ولما شخص يروح عند الست على بيتها عم بيكون اخذ معه اكيد عينه من كل شيء حتى تقدر كمان تاخذ فكره بيكون مع بيكون في كتالوج وفي في كتالوج بس اكثر البيع عم بيصير بس تشوفها المرة يا بترغبها بتشتريها دغري يا ما بتاخذها لانه على الكتالوج ممكن تتردد بس نجي نوصل لها اياها مره ثانيه يمكن تتردد وتغير فكره بس هيك بس تشوفها بالعين دغري بدغري بتاخذها اكيد طيب والعروس لها حصه برومانيل اكيد اذا بتعرفي قديش في ناس عم بيتجوزوا بالرومانيل ما فيك تتصوري لانه القدره الشرائيه للذهب صارت كتير غاليه صحيح يعني بتعرف اسعار الذهب وين صار مش كل العالم عنده الامكانيه انها تشتري مزبوط. يعني مزبوط ما حدا عنده القدره انه يقدر ياخذ يشتري ذهب مشان هيك كثير عم بيكون اسواقنا نحن توجه اكثر عم بيكون صوب الذهب الاصفر او عم بدال صوب الابيض لا هلا في سنين بنمرق بالذهب الابيض من سنتين ثلاثه كانت كثير دارجه لا هلا الاكثر اتجاه للاصفر واذا عم تنتبه الاشياء المات اللي عم بتكون مش كلها لميع عم نتجه لها وهول اكثريتهم بيكونوا هاند ميد يعني اذا بنطلع بهيدي القطعه بالزيت بتشوفيها مشغوله ما بعرف اذا عم تقدروا تشوفوها بين على الهواء عم بتبين يعني على الهواء كل كارو مشغول لوحده كل وحده لوحده مشغوله بال حلو طيب استاذ فادي قديش في منافسه بهالمجال اذا بدك في كثير يعني نحن كرومانيل نحن بلشنا اول ناس فوتنا الجولد بليتد على لبنان حتى وصلنا لمرحلة بيسموه الذهب البرازيلي واللي هي التسمية كتير غلط لأنه الذهب هو ذهب إن كان تلياني أو كان برازيلي أو هندي مثل كأنه يعني عم بيقللوا من قيمته بس يقولوا ذهب مزبوط. برازيلي الحقيقة أنا ما بحب يتسمى ذهب برازيلي لأنه اسمه جولد بليتد يعني ملبس بالذهب فعلا إنه فيه ذهب طيب شو عم تعمل وقتها بهالمنافسة شو عم تعمل هون كيف عم تتعامل معه العالم عم تقدر تميز مش هيك كتير بشدد على الاسم حتى كل قطعة فيه عليها التاج محطوط الاسم حتى نقدر نميز بضاعتنا عن غير بضاعة موجودة بالسوق لأنه في فرق شاسع في بضاعة أوقات ما بتلبسيها ما بتضاين يومين أو أسبوع بيكون راح لونها دغري بينما نحن أنا بأكد لك أنه مدامتي عندها قطع عمره 15 سنة وبعدهم مثل ما هن أبداً عم تدخل الأحجار الكريمة بتصاميمكم أكيد بالأخص بالبرازيل مشهورة بالأحجار الكريمة في عنا كوليكسيون كمان تتضمن كل الأنواع يعني وأكيد ضمن موديلات معينة لأنه اللي عم نشوفهم حلوين هيك ستامبل وحلوين وكأنه هيك براتيك لكل يوم يعني مزبوط حتى عنا كمان شيء للأولاد في عندنا كوليكسيون للولاد في عندنا كوليكسيون للرجال في عندنا كوليكسيون عيد الامهات من نازل كوليكسيون جديد يعني على كل مناسبه بيكون في عندنا طلب كل الناس موجود عندكم اهلا وسهلا فيك فادي مطر وطبعا ان شاء الله كل الاستمراريه لرومانيل شكرا لحضورك معنا مشاهدي برنامج ببيروت بنتوقف مع اخر فاصل اعلاني بحلقه اليوم وبنرجع آخر فقرة بحلقتنا مركز أبناء النور حركة إنسانية اجتماعية هدفها تحصيل الوظيفة للمكفوفين المسنين عن هالعمل جبار رح نحكي نحن وضيفنا جبران فرح مساء الخير مساء النور والأنوار ماشي الحال أستاذ جبران ماشي الحال بوجودكم أستاذ جبران ياريت بتخبرنا بالبداية كيف ولدت هالحركة تحديدا حركة أبناء النور للمكفوفين المنسيين للبحث عن وظيفة للمكفوفين المنسيين كنت ماشي على الطريق بطلع معي كفيف من 7 سنين أساساً أنا ناشط إنساني ناشط صلاة من زمان بس كمان من 7 سنين طلعت معي حدا عن الطريق كفيف رجعت له أريير وطلعته معي وجبته من أنطلياس على بيته بعين الرمان يعني ضمن بيروت من هونيك تحرك شيء بقلبي صدمني انه هالكفيف كيف عايش بسجن العتمة يعني سجن العتمة يلي ما له باب لتخرجي منه ما في باب بعد لليوم بالعلم علميا ما في حدا كفيف رجع له بصره غير نوادر صحيح. بيكون خف نظره شوي او كذا بس اللي خلق كفيف او اللي صار كفيف انضربت عنده
الشبكة خلص بعد ما في أمل أنه يرجع نظره لهلأ. منصلي كلنا سوا وكل المستمعين أنه يوما ما يوصلوا ليصيروا المكفوفين هن مبصرين. بس طلع معي أوتوستوب تحرك شيء كتير بقلبي، وصلته على بيته. بعدين مع الأيام عرفنا على أصدقاء وكذا، كمان المكفوفين المنسيين، المكفوفين يعني العميان. نعم. يعني الضريرين، مشان الكل يعرفوا. فأنت هون عن جبران قررت تخلق فكرة أو حركة أو هالشباب يلي عم بتساعدوا المكفوف لإيجاد عمل بعرق جبينه، يعني لتقدروا تضمنوا مستقبله حتى ما يتبهدل على التراب. نعم، عرفت وقتها أنه المكفوفين هن الأكثر عازة للوظيفة. نعم. أكثر عازة لوظيفة بعرق جبينه، مشان ما يستعطي حدا، ما يطلب مساعدة من حدا. هو الكفيف عم بيتعلم بجدارته، عم بيخلص علومه كلها إن كانت جامعية ولا إن كانت ثانوية، عم بيكون معه شهادات ومهن. مهن كتيرة، مهن كتيرة عنده الكفيف، بس مش عم بيلاقي وظيفة. مشان هيك بس نحن خلقت حركة أبناء النور، حركة لكل واحد ينضم لنا، يشنقلنا، يمشي معنا كتف على الكتف، نحصل وظيفة للمكفوفين. عم تسأليني حضرتك عن المهن، عن المهن المكفوفين. إذا بخبرك شيء بيصدمك، إنه المكفوفين عندهم 15 مهنة هن الأوائل فيها، هن كتير نشيطين فيها وكفؤين فيها. مهنة السنترال أول شيء، الكل صحيح. عنده شهادة سنترال، في يكون سنتراليست، في يحفظ 2000 رقم تليفون، مش مبالغة، بيحفظ 2000 رقم تليفون براسه، بيعرف يستقبل ويودع على السنترال كتير منيح. بعدين رح أقول لك يوم مختصر مهنة تنجيد المفروشات، مهنة تنجيد القش، مهنة الإعلام والإعلان، عندهم شهادات جامعية بالإعلام والإعلان، مهنة عزف الموسيقى. وشفتوا المشاهير بعزف الموسيقى، ثلاث أرباعهم أو ثلاث أرباع المطربين العالميين كمان قديش مبارعين، وهن بلايند، هن خلقوا مكفوفين وقديش صاروا حلقوا كتير فيمس. يعني شفتي كمان هيدي مفاجأة كتير كبيرة. نعم. انه المكفوفين اشطر ناس بالكيترينج، بيعملوا لك طبخ عربي لبناني ولا اطيب من هيك. وكيف بلفوا 1000 ورقة عنب، كيف يعملوا التبولة، الفتوش، سبحان الله ربنا بيعملين، وكله بكرر لك بعود عن معهم شهادات فيها ومعهم خبرة فيها. يعني الكفيف عنده 15 مهنة، مهنة العلاج الفيزيائي، مهنة تبع. بتحس انه مهمتكم كأشخاص داعمين للمكفوفين صعبة او هينة؟ يعني عم بتلاقي في تجاوب من الشراك، في ناس عم بتوظف هالأشخاص؟ هاي صرختنا نحن، صرختنا وصلاتنا للشركات الخاصة والعامة، لكل إنسان عنده شركة خاصة أو عامة. اليوم من الـ LBCI مشكورة، ومشكورة سارة ثابت، مشكورة LBC جدا. نعم. جدا جدا من القلب منوجه الشكر، وعقد ما منتنفس منوجه الشكر لهالمنبر الإعلامي ولحضرتكم. إنه وشكر سلف لكل إنسان مواطن أو مواطنة عربي لبناني عربي من جيراننا يعطينا فرصة عمل للكفيف، بيكون حقق معنا الصلاة، بيكون حقق معنا إنجاز، شاركنا الصلاة إنه عطانا وظيفة للكفيف. نحن ما عم نطلب شيء تاني، نحن الوحيدين اللي عم نطلب وظيفة للكفيف. على كل حال نحن كإعلاميين عم نشارك بهيدي المهمة الإنسانية من خلال منبر ببيروت، وعم نقدر نوصل صوتنا وصوتك حتى الأشخاص ما تخاف من المكفوفين وتعطيهم فرصة عمل. ببيروت أنا رح خبرهم اليوم عاملين انتفاضة إعلام وإعلان، انتفاضة مع مكفوفين الشرق الأوسط كله، كل كفيف بالشرق الأوسط حركتنا مسؤولة عنه يتواصل معنا. نعم. على رقم الصلاة تبعولنا 70456789، 70456789، هيدا رقم صلاة يتصلوا فينا، منكون حققنا إنجاز، يعطون فرصة عمل للمكفوفين لحتى لي يستلموا وظيفة، يجربون ثلاثة أيام، يجربون شهر. نعم. بيلاقون قديش كفؤين. المهم أنه نحن وصلنا هالرسالة، ومن خلالك قدرنا كمان. صح. خبرنا كل الناس عن الفرص العمل اللي معقول يقدموها للمكفوفين. شكرا جبران. فرح تحيتنا أكيد لمركز أبناء النور، تحيتنا لهالمركز. شكرا لك. شكرا مريت. ننسي. وصلنا لهون لختم حلقتنا. صحيح. مرسي لكم، وأكيد شكرا لكل الضيوف اللي كانوا معنا، ضيوفنا خلال هالحلقة.
ولازم نودع كل المشاهدين، الموعد بيتجدد بكرة بنفس الموعد، إلى اللقاء، باي باي.